بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا، لأن بالتأكيد بنلقي فيها الضوء على ما كتب وما نشر خلال الساعات القليلة الماضية في الأحداث الدولية والأحداث الإفريقية والأحداث المحلية عبر الصحف والمواقع الإلكترونية، خاصة بعد نهائي إفريقيا بالأمس التي استضافته مصر على مدار شهر كامل. بطولة إفريقية كانت متميزة جدا، البطولة رقم 32 بالأمس كان الختام بين السنغال والجزائر، وفازت الجزائر بهدف مقابل لا شيء لتحصد اللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخها، النجمة الثانية للجزائر في تاريخها بعد الفوز بأمم إفريقيا بالأمس على السنغال. يعتبر هذا اللقب هو اللقب الأول للجزائر في ظل التعزيل الجديد للبطولة الإفريقية رقم 32 بعد مشاركة 24 منتخب في هذه البطولة الكبيرة اللي استضافتها مصر في الفترة الماضية. عنوان هذا الحدث: نجحت مصر وفازت الجزائر، بمعنى فازت الجزائر باللقب ككرة قدم، لكن مصر نجحت في التنظيم على أعلى مستوى، نجحت في استضافة حدث قاري في وقت قياسي في أقل من حوالي 4 أشهر، بيعتبر إنجاز كبير جدا بل إعجاز. لكن الدولة المصرية عندما استلمت هذا الملف اشتغلت عليه بشكل مختلف، اشتغلت عليه في إطار إن احنا عايزين يعني نعلى بالمستوى الإفريقي في البطولة الحالية اللي استضافتها خلال الشهر الماضي. بالإضافة إلى ده، حفل افتتاح وحفل ختام لقى قبول وإعجاب كل الحاضرين بالأمس، بداية من رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتيني إلى كل أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الكونفدرالية الإفريقية، بل بالعكس كل الصحف العالمية والمواقع الأوروبية والمواقع الوكالات الأجنبية تحدثت عن استضافة مصر لهذه البطولة وهذا الكرنفال الإفريقي وكأنه كأس عالم مصغر أقيم على دولة إفريقية في فترة من 21/6 حتى 19/7. نجحت مصر مش في التنظيم بس، لا، نجحت مصر في تقديم كوادر خلال الفترة القادمة. الكوادر هنا مش فقط في اختيار اللجنة المنظمة أو أعضاء اللجنة المنظمة أو مدير البطولة أو كل المناصب اللي كانت موجودة في اللجنة المنظمة، لا، كمان نجحت مصر بشبابها، نجحت مصر في تقديم كوادر شبابية نقدر نستعين بيهم ونستفيد بوجودهم خلال 50 سنة قدام أو 30 و40 سنة قدام زي ما حصل ده في 2006. لكن الجديد اللي ممكن نستفيد بيه في نجاح مصر لهذا التنظيم الكبير جدا اللي كان بأمانة وبكل صراحة يعني القيادة السياسية وكل الوزراء المعنيين واللجنة العليا واللجنة المنظمة كانت بتولي هذا الملف اهتمام خاص بي، لأن هذا الملف سيلبي طموحات الشعب المصري سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الأمني خلال الفترة القادمة. مصر مش استضافت 24 منتخب فقط، لا، استضافت وفود وصحف ووكالات أنباء عالمية خلال الفترة الأخيرة. الكل كان بيتكلم على مصر بالعظمة والكبرياء بما أنها دولة رائدة في إفريقيا، لكن كمان تستضيف هذا الحدث في وقت قياسي وأعطى الدرس لكل شخص عايز يقدر ينجح إزاي يقدر ينجح بهذا الشكل. أغنية حفل الختام امبارح وصفت كل ده في 2 أو 3 دقائق، لكن ده شغل على مدار حوالي 150 يوم، بداية من القيادة السياسية وفخامة سيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي أولى لهذا الملف اهتمام كبير جدا لدور مصر الريادي في القارة الإفريقية ودور مصر الريادي أيضا في المنطقة العربية. فنجاح مصر في هذا التنظيم لا يقل أهمية عن فوز أي منتخب ببطولة إفريقية على صعيد كرة القدم. الكوادر بقى إزاي نستفيد بيهم؟ احنا امبارح استفدنا بكوادر شبابيه نقدر نستغلهم خلال الفتره القادمه من اجل مصلحه هذا الوطن. عندنا مسابقات محليه، دور وكاس ومسابقات مهمه جدا خلال الفتره القادمه. من خلال هذه الكوادر بعد انشاء رابطه دوري المحترفين نستطيع ان نوظف هؤلاء الكوادر في تنظيم مبارياتنا المحليه ومسابقاتنا المحليه خلال الفتره القادمه. الكل بيشوف المتطوعين ازاي كان لهم دور في تنظيم العمل داخل استاد القاهره، في تنظيم تواجد وسائل الاعلام، في التواجد في المركز الصحفي، في التواجد في المدرجات ودخول الجماهير إلى المدرجات. كل هذه الكوادر الشبابية إذا تواجدوا معنا في المباريات المحلية، مش هقول في بطولة إفريقية قادمة بعد كام سنة أو حتى في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو خلال الفترة القادمة، لأن عندي معلومة أن هيتم الاستعانة بهم في أولمبياد طوكيو أو الاستفادة من وجودهم في تصفيات أولمبياد طوكيو في مصر إن شاء الله في شهر 11 الجاي. لا، أنا عايز أستفيد بيهم في الدور المصري، عايز أستفيد بيهم في كأس مصر، عايز أستفيد بيهم في تنظيم مباريات السوبر المحلي بيتنظم في مصر أو لو اتنظم خارج مصر.
وجودهم مع المراكز الصحفيه، وجودهم مع الاعلاميين، وجودهم في دخول الجماهير، كل ده هيكون مفيد جدا للكره المصريه وهيدي انطباع زي ما حصل انطباع ايجابي في المباريات الافريقيه. بالتاكيد هنستفيد بوجودهم خلال الفتره القادمه ايضا في مسابقاتنا المحليه، عشان محتاجين ان احنا نرتقي بالمسابقات المحليه بعد شكل الملاعب الرائع جدا والمبهر جدا. مفيش شكوى واحده من ارضيه ملعب، سواء ملعب تدريب او حتى ملعب مباراه، ولكم ان تتخيلوا ان 24 ملعب تدريب ل 24 منتخب، ده شيء ما بيحصلش حتى في كاس العالم. دي كانت بدايه مهم جدا كمان ان احنا نتكلم عليها، والنقل التلفزيوني كمان مهم جدا ان احنا نستفيد بوجوده في المباريات المحليه خلال الفتره القادمه، لان المنتج ده لما بيتم تسويقه وعرضه بشكل لائق وتنظيمه بهذا الشكل بالتاكيد بيبقى فيه مداخيل ماديه مهمه جدا، مش هتستفيد بها الانديه بس، لا هتستفيد بها الدوله كمان كمشروع اقتصادي، لان الرياضه اصبحت صناعه، ومصر من خلال نجاحها في هذا التنظيم اكيد بالتاكيد كمان هتستفيد بالعوائد الماليه بعد الاتفاق مع الاتحاد الافريقي، وده هيعود بالايجاب على المسابقات المحليه في الفتره القادمه. الحضور الجماهيري في البطوله، اي نعم ما كانش طبعا بنفس الحضور الجماهيري اللي بيحصل في كاس العالم، لكن خطوه خطوه الحضور الجماهيري كان نوعا ما مقبول في عدد من المباريات. مباراه الختام ما كانش فيها منتخب مصر لكن الملعب كان ممتلئ. ثقافه كمان ان احنا نستقبل ما يقرب من حوالي 25,000 جزائري في بلدهم الثاني في مصر، ده شيء رائع جدا ان احنا بنسمح لكل الوفود العربيه ان هي تكون موجوده وتشجع منتخبات بلادها، طالما بالتاكيد الكل بيلتزم بالقوانين المنصوص عليها في دوله المقر اللي بتستضيف هذه البطوله القاريه. امبارح كان في وسائل الاعلام موجود وكالات انباء عالميه من فرنسا، من اسبانيا، من ايطاليا، من امريكا، من انجلترا، كل كان امبارح بيشيد بهذا التنظيم الرائع جدا، وان شاء الله نبني على ده للفتره الجايه. الملف اغلق خلاص بعد نهايه البطوله امبارح والمباراه النهائيه امبارح، لكن محتاجين خلال الساعات القادمه بعد ما نعمل ريفرش كده لكل الاحداث اللي حصلت نبني على ده للي جاي، عشان مصر تحتاج بالفعل هذه الكوادر، لان احنا بالتاكيد بجد بامانه مصر محتاجه شغل اكتر من كده، تحديدا على المستوى الرياضي وعلى الصعيد الرياضي، لان الرياضه دي جزء مهم جدا 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 من اقتصاد اي دوله بتسعى ان هي تبقى تكون موجوده في المرتبه الاولى والمراتب الاولى من اقتصادات الدول الكبيره. دي كانت جزئيه في البدايه، لكن نرجع بقى للشان المحلي والموسم الجديد اللي خلاص هينطلق ان شاء الله خلال الغد بعد نهايه الامم الافريقيه. عندنا كده بعد المباريات لسه ما انتهتش من الموسم الماضي هتختتم في اقل من اسبوع، بدءا من الغد في مباراه نادي الزمالك مع الجونه، وتختتم بعد اسبوع مباريات الدوري بمباراه القمه بين الاهلي والزمالك. لكن واحنا بنختم الموسم محتاجين نوضح او يعني نوجه العديد من الاستفسارات والاسئله للقائمين على اداره كره القدم في مصر، او تحديدا اتحاد كره القدم بعد استقاله مجلس الاداره وتولي المسؤوليه المدير التنفيذي خلال الفتره القادمه لحين انعقاد جمعيه عموميه غير عاديه لانتخاب مجلس جديد، او هنشوف خارطه الطريق خلال الفتره القادمه هتسفر عن ايه. لكن في استفسارات مهمه واجاباتها هتوضح الشكل في الفتره القادمه تحديدا بالنسبه لنا كنادي اهلي، واحنا بنستعد للموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الافريقي. محتاجين نعرف خلال الفتره القادمه واسئله كده مباشره، ملامح لائحه شؤون اللاعبين في الموسم القادم، شروط القيد في الموسم القادم، عدد اللاعبين المقيدين في القائمه المحليه خلال الفتره القادمه، هل سنستمر ال 30 لاعب ام سيتم تقليص العدد الى 25 لاعب، اللاعب الاجنبي موقفه خلال الفتره القادمه، اللاعب العربي والاقتراح اللي كان مقدم باعتباره لاعب مصري خلال الفتره القادمه. اسئله واستفسارات مهمه جدا. بعد الغاء مسابقه مواليد 97 موقف الخمس لاعبين اللي تحت السن، كيف سيتم التعامل معهم خلال الفترة القادمة؟ هل سيتم قيدهم ضمن صفوف الفريق الأول مع إضافة عدد آخر على قائمة ال 25 أو ال 30 ويزداد العدد خلال الفترة القادمة؟ مع الوضع في الاعتبار واحنا بنوجه هذه الاستفسارات والأسئلة لكل القائمين على إدارة الكرة في مصر، أو تحديدا المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم خلال الفترة القادمة. في سؤال مهم جدا، البطولة الإفريقية النادي الذي يشارك في هذه البطولة بأيد قائمة ب 30 لاعب. هذه الإجابة مهمة جدا، وأنت بتضع حلول لهذه الاستفسارات تضع هذه الملحوظة ضمن الإجابات عندما تجاوب على كل هذه الاستفسارات. القائمة الإفريقية 30 لاعب، فالموقف في الدوري المصري خلال الفترة القادمة إذا توفرت شروط القيد ولائحة شؤون اللاعبين، عدد اللاعبين خلال الفترة القادمة مهم جدا نعرف ملامح القيد في كل هذه الاستفسارات. أيضا جزئية كمان مهمة جدا، بعد الغاء مسابقة مواليد 97 أصبحت عندنا دلوقتي أول مسابقة في قطاع الشباب والناشئين مسابقة 99، فبالتالي عندنا مرحلتين سنيتين 97 و98 هيكون فيها عدد كبير جدا لازم يتأيد درجة أولى أو يرحل إذا لم يتم قيده لأي من الأندية الأخرى. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟ وضيق الوقت للأسف هيبقى مشكلة كبيرة، فيجب على مسؤول اتحاد كرة القدم خلال الساعات القادمة تحديد هذا الملف عشان ما يكونش فيه خسائر مالية كبيرة على الأندية. والنادي الأهلي بما أنه نادي بيضع استراتيجيات وبيضع خطط وحلول للمرحلة القادمة محتاج إجابات على كل هذه الأسئلة عشان يقدر يحدد السكواد وقائمة الموسم القادم. أنا بطرح كل الأسئلة دي ليه؟ لأن دايما جمهور الأهلي عنده استفسار واحد،
فين الصفقات؟ اللاعبين الجايين، عايزين لاعبين، عايزين صفقات، عايزين عايزين عايزين. كل ده مهم جدا. انا ممكن اتعاقد مع 12 15 صفقه مع كل فتره انتقالات واستغنى عن 15 20 لاعب، لكن هنا ده هيلقي بعد كده عليا في مشكله لما يتطبق دوري المحترفين ويبقى عندي مشكله في قصه اللعب المالي النظيف. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، انا ممكن اتعاقد مع لاعبين كثيرين خلال الفتره القادمه، لكن اجي الاقي اتحاد الكره صدمني بلائحه طلعت 25 لاعب السنه الجايه، طب موقفي في التعاقدات اللي اتممتها خلال الساعات الماضيه هيكون ايه؟ فعشان كده انا بوجه كل هذه الاستفسارات لاتحاد كره القدم عشان الناس تبقى عارفه وهي بتشتغل الموسم الجديد هيعملوا ايه، وتحديدا النادي الاهلي عشان يعرف ازاي يشتغل الفتره الجايه. اجابات هذه الاسئله مهمه جدا من اتحاد كره القدم خلال الساعات القادمه. اخر حاجه حكم المباراه الاجنبي، مباراه السبت القادم، مباراه الاهلي والزمالك، مهم جدا نشوف مين الدول اللي ممكن يستعين بيها اتحاد كره القدم الحكم الاجنبي اللي هيدير مباراه القمه في الفتره الجايه. الدوريات الاوروبيه ستنطلق اول اغسطس، هل حكم افريقي، هل حكم من امريكا الجنوبيه؟ دور لجنه الحكام في الفتره القادمه مهم، نعرف ازاي هتشتغل على الملف ده عشان يكون موجود حكم متميز لاداره مباراه القمه. طيب ادخل بسرعه الى عناوين حلقتنا النهارده، لان النهارده بالتاكيد عندنا تفاصيل مهمه وعندنا عناوين مميزه لكلام في الميديا بالنسبه للبطوله الافريقيه او حتى بعد استئناف المشوار المحلي خلال الساعات القادمه. نروح لاهم العناوين. مصر تبهر العالم بحفل ختام تاريخي لكان 2019. انفانتينو رهنت على نجاح تنظيم البطوله في مصر. الأهلي يوقع بروتوكول تعاون مع اليونيسيف الاثنين. الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالأسكندرية الثلاثاء استعدادا للمقاولون. أيمن أشرف جاهزون لحسم الدوري ونحترم الجميع. الأهلي يجهز اليو ديانج للمشاركة في المران الجماعي. محمد محمود يعود لتدريبات الأهلي بعد شهر ونصف. اهلا بحضراتكم من جديد، وبعد استعراض اهم العناوين النهارده في حلقتنا في كلام في الميديا، يمكن في بعض العناوين كانت رايحه في نفس الاتجاه اللي قلناه بالتاكيد في الانترو، وهو المتعلق ان مصر ابهرت العالم كله بحفل الختام، وكان حفل الافتتاح في كان 2019. تصريح انفانتينو مهم ايضا، لنتكلم على ان هو راهن بشكل شخصي كرئيس للاتحاد الدولي على ان مصر ستنجح في تنظيم هذه البطوله بعد ما تم اسناد هذه البطوله ليها خلال وقت وجيز بعد سحب البطوله من الكاميرون في الساعات او في الفتره الماضيه وقبل انطلاق البطوله في اقل من حوالي 150 او 180 يوم. حفل الختام كان مبهج جدا، كان جميل جدا، الكل اشاد بحفل الختام. كمان الكرنفال الافريقي ان تقدر وانت كلجنه منظمه تعمل دمج من البطوله الافريقيه وفي نفس الوقت بتنظم في مصر، تعمل دمج ان يكون في كرنفال افريقي، في مطرب افريقي يكون موجود يشارك في حفل الختام مع كمان نجمه مصريه كانت موجوده في حفل الختام مادونيا سمير غانم. حفل الختام والغناء والحفل اللي اقيم بالامس والاغنيه الختام في البطوله ادى يعني ملخص سريع جدا للبطوله اقيمت على مدار شهر في مصر، سواء ان احنا نجحنا في التنظيم او نجحنا ان احنا نجمع كل الشعوب الافريقيه والوفود العربيه في بلدهم الثاني مصر. طيب ادخل بسرعه الى اخبار النادي الاهلي، ان عندنا خبر مهم جدا، ودور النادي الاهلي ليس فقط دور رياضي، لا كمان ليك دور اجتماعي، ليك دور ثقافي داخل الوطن وداخل مجتمع النادي الاهلي. الاهلي هيوقع بروتوكول مع منظمه اليونيسيف في مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم باذن الله. هذا المؤتمر سيعقد في تمام الساعه 11 من صباح بعد غد الاثنين لتوقيع هذا البروتوكول التعاون مع منظمه اليونيسيف بمقر النادي في الجزيره. هيحضر المؤتمر بالتاكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والدكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي، وايضا برونو مايس ممثل اليونيسيف في مصر واعضاء مجلس اداره بمناسبه مرور 30 عاما على توقيع اتفاقيه حقوق الطفل. ياتي توقيع هذا البروتوكول من جانب منظمه اليونيسيف مع النادي الاهلي باعتباره احد اكبر الانديه واكثرها شعبيه في منطقه الشرق الاوسط، وذلك من اجل الدفاع عن حقوق الاطفال الاكثر احتياجا في جميع انحاء مصر، وايمانا بدور الرياضه وقدرتها على احداث تغيير ايجابي في حياه ملايين الاطفال. يهدف النادي الاهلي من خلال هذه الاتفاقيه الى تضافر الجهود لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسيه التي تؤثر على الاطفال بما في ذلك الصحه والتغذيه وتنميه البطوله او الطفوله المبكره، وتمكين ايضا الفتيات والحمايه من كافه اشكال العنف والدعوه الى اعمال حقوق الطفل والتوصل الى حلول بشان اتاحه الفرصه العادله
للفتيات والأولاد لتحقيق إمكاناتهم خلال الفترة القادمة. هذا الدور المجتمعي بيحرص عليه بشكل كبير جدا مجلس إدارة النادي الأهلي، وهذا الدور المجتمعي منصوص عليه في برنامج عائلة الأهلي اللي بدأ تنفيذه منذ انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. دي كانت جزئية. نروح بقى لأخبار فريق كرة القدم. خلاص يعني خلال الساعات الماضية كانت بالتأكيد في تدريبات ومعسكر إعداد في أسبانيا للموسم القادم، لكن طبعا في معسكر مغلق إن شاء الله خلال الساعات القادمة، تحديدا هيكون يوم الثلاث. يقدر الأهلي يدخل معسكر يوم الثلاث استعدادا لمواجهة المقاولين إن شاء الله يوم الأربعاء. النهاردة وغدا الحد ويوم الاثنين التدريب هيكون في تمام الساعة 6 مساء، واحنا بنكلمكم دلوقتي ده توقيت تدريب فريق النادي الأهلي استعدادا للمرحلة القادمة. قدامكم لقطات كمان مهمة من يعني الإطار الإعداد البدني اللي اشتغل عليه الجهاز الفني وتحديدا مارتن لاسارتي مع أليخاندرو لتجهيز اللاعبين بدنيا للفترة القادمة. زي ما قلت لكم النهاردة التمرين السبت والحد والاثنين هيكون الساعة 6 على ملعب التتش، لكن تدريب يوم الثلاث هيكون الصبح، بعدها الفريق هيتناول وجبة الغداء داخل مطعم النادي، ثم التحرك إلى الأسكندرية لإقامة معسكر مغرق في مدينة برج العرب استعدادا لمواجهة المقاولين إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعدها بثلاثة أيام على نفس الملعب في اسكندرية في برج العرب مواجهة مباراة نادي الزمالك. بالأمس كانت مباراة ودية للأهلي مع البلاستيك، قدر الجهاز الفني أنه يستعين فيها باللاعبين الدوليين شاركوا في جزء من المباراة. بدأ الأهلي مباراة البلاستيك بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي ونجيب ورامي ربيعة وعلي معلول في خط الدفاع، خط الوسط عمرو السلام وسام عاشور، أمامهم رمضان صبحي وليد سليمان حسين الشحات، وفي الهجوم وليد أزارو. قدامكم طبعا أولى الأهداف للأهلي في هذه المباراة، هدف متميز جدا لوليد أزارو، كرة عرضية من صالح جمعة، استلام ولا أروع من وليد أزارو، ثم بكل هدوء وثقة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى فريق البلاستيك. كانت مباراة متميزة، قدر الجهاز الفني أنه يستعين باللاعبين الدوليين عشان يقدر يحضرهم ويجهزهم للمباريات القادمة مع استئناف آخر مباراتين في الدوري العام. دفع بمحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، وأيضا كمان كان في راحة لعدد من اللاعبين بالأمس، وفي لاعبين مصابين الجهاز الطبي بيشتغل عليهم خلال الفترة القادمة زي شريف إكرامي وسعد سمير ومحمود وحيد. طيب تمرين النهارده بالتاكيد ده مهم جدا كمان نشوف الاستعدادات بعد مباراه الامس امام البلاستيك، وبالتالي بينضم الي على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اولا عايز اعرف تعليق الجهاز الفني اليوم بعد مباراه الوديه امام البلاستيك وفوز الاهلي على البلاستيك باربعه اهداف مقابل لا شيء، وجهة نظر مارتن لاسارتي والاستفادة اللي ممكن الجهاز الفني طلع بيها بعد مباراة الأمس. خليني أقول لك خلاص بعد انتهاء العرس الأفريقي اللي كان اللي شرف العالم، اللي كان كل وكالات الأنباء العالمية وكل العالم كان بيتكلم على تنظيم مصر على البطولة والأروع والأجمل في أرضنا المحروسة، خليني أقول لك بقى دقت ساعة العمل خلاص. بدايه الدوري العام، تكمله الدوري، يمكن النادي الاهلي هيستقل مشواره باول مباراه مع مقاولين العرب يوم الاربعاء اللي بنتمنى باذن الله يكون الفوز من حليفه على مقاولين وعلى الزمالك عشان يتوج باللقب المحبوب ليه بطوله الدوري العام. يمكن مستر لاسارتي امبارح عمل يمكن مباراه وديه مع فريق بلاستيك اللي انتهت بفوز الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء. يمكن مستر لاسارتي النهارده اجتمع مع اللاعبين حوالي 5 دقائق في الملعب، يمكن كان ليه بعض الملاحظات على مواجهه امبارح، بعض الملاحظات على بعض من لاعبي النادي الاهلي عن مواجهه امبارح، وحذر من خطوره فريق مقاولين العرب وقال لازم نستثمر المعسكر الناجح في اسبانيا ونستثمر وديه امبارح وننفذ طريقه اللعب علشان يقدر يفوز على المقاولين ويقدر يفوز على الزمالك. كان المحاضره زي ما قلت لك كانت تدر حوالي 5 دقائق يتكلم فيها، ويمكن في بعض الاحيان كان بيتكلم فيها بعنف مع اللاعبين ان خلاص مفيش وقت، خلاص الايام بتجري، وهو راجل قرر ان يكون النهارده والاحد والاثنين تمرين الساعه 6 مساء ويوم الثلاثاء هيكون التمرين صباحا، وهيكون على طول السفر الى الاسكندريه او لبرج العرب المبيت ليله المباراه. يمكن خليني اقول لك ان اللاعبين اللي يمكن معظم اللي شارك امبارح في مباراه البلاستيك النهارده بيعملوا تمارين الاستشفاء خفيفه علشان ما بقاش في حمل زياده عليهم، باقي اللاعبين بيعملوا امامي اطالات في الملعب. يمكن على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان واخد الاربع حراس الشناوي ولطفي ومصطفى شوير واحمد طارق بيعمل لهم تمرين قوي. يمكن مستر لاسارتي كان بقاله حوالي ثلث ساعه مجتمع مع كابتن محمد يوسف وكابتن سامي عمصان في جزء من الملعب، يمكن اجتماع طويل جدا. على الجانب الاخر كان في جلسه مع احمد الشيخ مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. خليني اقول لك الاجواء هنا هو
وتعليمات مستر لاسارتي كلها بتوحي ان الراجل خلاص بدا بقى يقولوا خش في الاجواء المحليه، ركزوا في مباراه المقاولين العرب لاني مش طالب غير الفوز، وباذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي الفتره المقبله. زميلي محمد الفضل. طيب اولا دلوقتي التمرين شغال قدامك يا شريف، يعني بدا التمرين ازاي؟ كانت انت قلت في البدايه كانت في محاضره، لكن بعد كده في بقى مرحله استشفاء للاعيبه اللي شاركت في مباراه الوداد بالامس امام البلاستيك، وفي لاعبين اخرين عندك دلوقتي في ملعب التتش. ما يدور امامك دلوقتي عشان الصوره تبقى واصله لكل المشاهدين؟ ما يدور ان معظم اللاعبين اللي شاركت امبارح عن النهارده تمرين استشفاء بيبقى تمرين خفيف في الجيم، وبعد كده الاستشفاء اللي هو الثالث. باقي اللاعبين انا شايف قدامي في اطالات في الملعب، لي جيلاردو، احمد فتحي، وليد سليمان، عمار، احمد الشيخ، يا محمد شريف، في لعيبه كتيره، مروان، باسم، بيعملوا اطالات في الملعب امامي تمرينات. وبعد كده بعد هذه التمرينات او الاطالات ديت هيكون في تقسيمه بالكوره، لان مستر لاسارتي عودنا فتره الاعداد، محمد هاني شايفه امام عيني، مستر لاسارتي عودنا فتره الاعداد اللي بيشتغل بالكوره كتير، ما بيشتغلش تمرين بدنيه من غير كوره كتير، فهو مستر لاسارتي بيمتاز او من مدرسه الناس اللي بتحب تدخل التمرين الكوره كتير في فتره الاعداد. خليني اقول لك ان امامي الان بعض الاطالات، وبعد هذه الاطالات هيكون في تقسيمه ما بين التقسيمه طبعا صحيحه. هيتم تقسيم الفريق اللي قدامك الى قسمين، يعني مجموعه ومجموعه، الف وب بالظبط كده. طيب اليو ديانج اللاعب المالي، اليو ديانج يا شريف برضو طبعا هو اجتاز امبارح الكشف الطبي وكان موجود امبارح في التدريبات، والنهارده بالتاكيد موجود دلوقتي في ملعب التتش. هل دخل في التدريبات الجماعيه ولا مران بدني خاص ليه لتجهيزه للمرحله القادمه؟ اتعمل له برنامج خاص النهارده الصبح بالفعل، كان بيأدي هذه التمرينات وفتره مسائيه تمرينات في الجيم، هو لسه طبعا ما انضمش للتمرينات الجماعيه، ولكن هو معمول له برنامج لمده 4-5 ايام عشان يخلصوا الحاله البدنيه اللي واقف عليها. يمكن الصبح كان عامل تمرينه والنهارده عنده تمرينه في الجيم، لسه الى الان ما انضمش طبعا للمجموعه، لان المجموعه وصلت برضو لمرحله من الانسجام البدني والانسجام الفني، فما ينفعش يخش عليهم الا بعد ما يبقى هو بنفس المستوى او مستوى يقارب المجموعه، علشان خاطر ما يصابش من التمرين بعد دلوقتي خلاص بيبدا يرفع الحمل البدني، فما ينفعش هو يخش عليهم دلوقتي عشان خاطر ما يصابش، بعد 3-4 ايام ما يشوفوا قياساته تناسب هذه المجموعه اللي وصلت لمرحله خلاص اخر فتره الاعداد وصل ليها، هيبدا يخش معاهم على طول لو لقوا محتاجين اللي هو محتاج ان هو لسه عنده مساحه وقت كمان يا شريف، لان كمان طبعا صفقه جديده، مش هتلعب مباراتين اخر مباراتين في الدوري، ده صفقه جديده لسه هتتايد بعد ما فتح باب القيد يوم 28/7، فعنده مساحه وقت يبدا يجهز بدنيا. زي ما قلت كمان اتعمل له تمرين صباحي، فتدريبات اليو ديانج اللاعب المالي اللي انضم لصفوف الاهلي برنامجه هيبقى مختلف عن الفريق الاول في التوقيت ده، عشان يقدر يوصل للحمل البدني زي اللعيبه اللي موجودين ضمن صفوف الفريق. مظبوط، والنادي الاهلي ومستر لاسارتي وجهازه الفني طبعا بيمتازوا بهذه يعني المدرب احمد كان بيمتاز بهذه القصه، فمش هيخش خالص تمرين الا لما يبقى يعني مقارب جدا لمستوى لعيبه النادي الاهلي، عشان باذن الله ما يكونش فيه اصابات، ولسه معانا وقت فعلا، احنا لسه قدامنا مباراه المقاولين، مباراه الزمالك، وبعد كده هو هيبقى لسه معانا فتره راحه لحد بدايه مباراه الكاس وبدايه الدوري الجديد باذن الله اللي مش عارفين لسه هيتلعب امتى. طيب في اي حاجه جديده تحب تختم بيها كلامك يا شريف؟ بطمنك وبطمن جمهور النادي الاهلي ان النادي الاهلي هيظهر باذن الله بشكل مختلف، النادي الاهلي مركز جدا، يمكن قدامي زي ما قلت لك بدا الراجل يعمل تقسيمه، بدا الراجل يوقف اللعيبه وبدا يتكلم معاهم، سايب حاجه للظروف، الراجل بيتكلم بكل كبيره، بيتكلم بكل صغيره، الراجل عاوز يحسب بطوله الدوري لصالحه، وباذن الله باذن الله دعواتنا ودعوات كل الاهلاويه ان شاء الله الاهلي يفوز على المقاولين ويفوز على الزمالك ويتوج بطوله الدوري بطوله محبوبه ليه باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لزميلي العزيز شريف شعبان، كان حاضر في ملعب مختار التتش وبالتاكيد بيتابع تدريبات الفريق الاول خلال الفتره القادمه استعدادا لاخر مواجهتين واخر جولتين في مسابقه دوري الموسم الماضي امام المقاولين وامام نادي الزمالك. زي ما قلنا لكم طبعا بالتاكيد تجهيز اليو ديانج للفتره القادمه، وعايز اقول لكم حاجه مهمه جدا على صفقه لاعب المولوديه اليو ديانج. الصحف الجزائريه ووسائل الاعلام الجزائريه بالتاكيد حاضره طول البطوله وموجودين معانا طول البطوله. يمكن في جزئيه انا اهتميت اتكلم معاهم في هذا الموضوع، لان الصحف الجزائريه والاعلام الجزائري ولاعب اليو ديانج بيلعب في نادي المرديه، نادي المرديه من الانديه الكبيره في الجزائر، فبالتاكيد عندهم معلومات، عندهم تفاصيل عن امكانيات هذا اللاعب. بصراحه بامانه يعني مش عشان بيلعب في النادي الاهلي، لكن انا اتقال لي كده مواصفات واتقال لي تفاصيل هنشوفها ان شاء الله في المباريات خلال الفتره القادمه، وان شاء الله باذن الله يكون لعيب جاهز للمرحله الجايه، لكن اتقال لي كده نصا من الاعلام الجزائري والصحفيين الجزائريين اليو ديانج صفقة قوية جدا لإضافة لاعب قوي في خط وسط النادي الأهلي، تحديدا في مركز لاعب خط الوسط المدافع.
قالوا لي أرقامه وإمكانياته الدفاعية في قطع الكرات وإفساد أي هجمة للفرق المنافسة بيبقى فيها 10/10. بيأدي هذا الدور بشكل متميز جدا. من الصعوبات اللي كانت بتواجهها بعض الأندية الجزائرية سواء اتحاد العاصمة أو وفاق سطيف تمركز أليو ديانج في وسط المدافع وتحركه على الأطراف لإفساد أي هجمة للفريق المنافس. إمكانياته البدنية عالية جدا، تحركاته متميزة جدا، لعيب دفاعي في خط الوسط تقدر تستفيد به في أي مكان ويقدر يسدلك أي ثغرة دفاعية خلال الفترة القادمة. ده كان وصف للإعلام والصحفيين الجزائريين عن إمكانيات أليو ديانج كصفقة متميزة للنادي الأهلي. وقالوا لي كمان فكرة إن النادي الأهلي تعاقد مع هذا اللاعب في سرية تامة، ده منح الأهلي فرصة إن هو يخلص الأمور بكل بساطة، لأن اللاعب ده كان محط أنظار عدد كبير جدا من الأندية الفرنسية والبلجيكية خلال آخر سنتين. ولا أخفى عليكم سرا كمان، أحد الأندية الكبيرة جدا في شمال إفريقيا اللي دايما بتنافس النادي الأهلي في المنافسات الإفريقية واتصل معاه إلى مراحل النهائيات. فده كان جزء مهم جدا بالنسبة لأليو ديانج. محمود دواحيد بيغيب عن التدريبات الجماعية بسبب إجهاد في العضلة الضمة، وبالأمس ما كانش موجود في المباراة الودية وفي برنامج تأهيل لمحمود وحيد خلال الفترة القادمة. محمد ده محمود يا رب بإذن الله يعود سريعا خلال الفترة القادمة. صفقة مهمة جدا للأسف افتقدناها الموسم الماضي نتيجة الإصابة اللي تعرض لها أول ما انضم للنادي الأهلي، وإن شاء الله يعني بعد حوالي شهر ونص يقدر يخش في التدريبات الجماعية مع اللاعبين بعد يعني عودته من ألمانيا في فترة سابقة، دخوله في برنامج تأهيلي آخر في كده مراحل معينة في تأهيل أي لاعب يتعرض لإصابة الرباط الصليبي في الفترات السابقة. لكن إن شاء الله وفقا للتقدير المبدئي اللاعب بيحتاج حوالي فترة تأهيل أخيرة تتراوح من شهر إلى شهر ونص ويندمج إن شاء الله في تدريبات الجماعية، ولما لا إن شاء الله يكون بداية مع النادي الأهلي في بطولة إفريقيا وبطولة الدوري في شهر سبتمبر القادم. في تصريح مهم جدا للكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي، قال حراس الأهلي جاهزين إن شاء الله لانطلاقة الدوري خلال الفترة القادمة، واطمأن على كل الحراس بعد ما شارك محمد الشناوي بالأمس في المباراة الودية أمام نادي البلاستيك، ثم دفع كمان بعلي لطفي إلى جانب الثنائي أحمد طارق ومصطفى شوبير في كمان معسكر أسبانيا. محمد الشناوي راجع من بطولة إفريقيا إن شاء الله بمعنويات عالية، لأن محمد الشناوي كان من ضمن الاختيارات كأفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الإفريقية وتوجهت له دعوة عشان يكون موجود، لأن كان في قرب جدا من المسافات في الدرجات القياسية لحارس مرمى متميز في هذه البطولة بينه وما بين رئيس منبولحي حارس مرمى منتخب الجزائر، لكن أكثر من تصدي امبارح لرئيس منبولحي مع فوز الجزائر بالبطولة. طبعا اللجنة الفنية بعد تساوي الشناوي ورئيس منبولحي في أكثر التصديات لحارس مرمى في هذه البطولة، فبالتالي في افضليه الرئيس مبوحي لان الجزائر فازت باللقب، لكن محمد الشناوي في اربع مباريات قدر يعمل رقم قياسي في اكثر من تصدي لاهداف وفي نفس الوقت انقاذ مرمى من اهداف محققه حوالي 16 تصدي، وده كان رقم كبير لمحمد الشناوي. رئيس مبوحي بالامس بعد المباراه النهائيه وثلاثه تصديات مؤثره تساوى بها مع محمد الشناوي، رغم ان رئيس مبوحي لعب ما يقرب من حوالي من 7 إلى 8 مباريات. طيب خبر اخر، ايمن اشرف قال جاهزون لحسم الدوري ونحترم جميع المنافسين، وبالتاكيد اللاعبين النادي الاهلي في التوقيت الحالي كل تصريحاتهم وكل كلامهم بيتكلموا عن نهايه الدوري العام وازاي الفريق ان شاء الله يقدر في مباراتين يحسم الست نقاط ويحقق اللقب رقم 41، لقب رقم 41 ان شاء الله بطوله الدوري، ويكون يعني بطوله محببه لجماهير النادي الاهلي، وهذه البطوله السنه تحديدا ليها خصوصيه مع جماهير النادي الاهلي في ظل المنافسه القويه اللي بدات من اول اسبوع حتى الاسبوع الاخير من مسابقه الدوري العام. ده كان الجزء المحلي والجزء المتعلق بالنادي الاهلي، لكن اروح بسرعه بقى الى كلام جرايد وما كتب في الصحف عن كان مصر 2019. اول حاجه من الاهرام، منشط الاهرام النهارده العنوان الرئيسي مصر تبهر العالم بحفل ختام تاريخي لكان 2019 بنكهه اوروبيه. الحفل مزيج من الفن الافريقي والمصري وهو ما يؤكد عمق الارتباط بالقاره السمراء. الأخبار المسائي تحت عنوان رئيسي أيضا، ختام أسطوري للكان، المصري ما يعرفش يعني إيه فشل وأدينا عملنا اللي قالوا عليه مستحيل. ومن موقع اليوم السابع، كان 2019 30 يوما في حب مصر، تلاحم الجماهير العربية يبهر القارة السمراء والتنظيم الرائع يرشح المصريين لاستضافة البطولات العالمية. وإلى المساء تصريح لإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، قال راهنت على نجاح تنظيم البطولة في مصر. ومن اليوم السابع، 83 مليون دولار عوائد بطولة إفريقيا في مصر، رئيس الكاف يؤكد أن الإيرادات ارتفعت بشكل كبير عن البطولات الماضية. وإلى الأخبار المسائي، مصر تنجح بامتياز والجزائر يفوز بالكاس،
ختام رائع لكان 2019 والعالم ينحني لأم الدنيا. محاربي الصحراء يكرس العقدة للسنغال ويحصد اللقب الثاني. ومن صحيفة الأهرام، منتخب الجزائر بطلا لإفريقيا، فاز على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء بعد 80 ثانية وحقق حلم تأخر 29 عاما. ومن الأخبار المسائي، محاربي الصحراء يعانقون المجد، الجزائر يعود لمنصات التتويج بحصد لقب كان على حساب السنغال. ومن المساء، الجزائر تنتزع كأس إفريقيا من السنغال، حصلت على اللقب الثاني في تاريخها والنحس يطارد أسود التيرانجا. وأخيرا في أخبار اليوم، الجزائر بطلا لأمم إفريقيا للمرة الثانية بجدارة. بنجاح يباغت الأسود السنغالية بهدف مبكر قاتل، السنغاليون حولوا العودة ومحاربو الصحراء صمدوا حتى النهاية. كلام الجرايد عن الكان ما اختلفش كتير عن اللي قلناه في الانترو، سواء في التنظيم من نجاح المصري في تنظيم هذه البطولة، حفل الافتتاح، حفل الختام المبهر، تصريحات انفانتينو، العوائد المالية، كل دي أمور بالتأكيد كل كان بيتوقعها لأن البطولة في مصر. لكن الشيء بقى اللافت للنظر، البطولات القادمة للدول الإفريقية الصديقة أكيد هتبقى فيه صعوبات جدا عشان تقدر توصل للدرجة دي. عايز أضيف لهذه التصريحات تصريح كان معايا على المستوى الشخصي لما كنت موجود في كونجرس الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، والتقيت بفوز لججع النائب الثاني حاليا للاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد المغربي. قال مصر قدمت بطولة إفريقية وكأنها بطولة عالمية مصغرة، وقال مصر الأول مرة في تاريخ البطولات الإفريقية بل في تاريخ البطولات الدولية لكل منتخب ملعب تدريب واحد، بل ذهب وأكد على معلومة جديدة. قال المغرب في إحدى التدريبات قالت إن الملعب محتاج إنه يرتاح نتيجة إن المغرب كانت بتتدرب في اليوم أكتر من حوالي ساعتين على الملعب، فقال كنت طلبنا توفير ملعب بديل. قال لي في ظرف ساعة اللجنة المنظمة وفرت ملعب بديل للمغرب، وده ما حصلش مع المغرب لما كانت موجودة في روسيا في كأس العالم. قال أقصر الدول اللي ممكن تنظم بطولة هو كأس العالم، كأس العالم ده أقصر الدرجات التنظيمية لأي بطولة، لكن تنظيم بطولة أمم أفريقيا بهذا الشكل تخطى كأس العالم اللي كان موجود في روسيا بوجود 24 ملعب تدريب، بعدم شكوى واحدة من أي ملعب في المباريات اللي اتلعبت في الملاعب الست والمحافظات اللي استضافت مباريات بطولة الأمم الأفريقية. فبالتالي شابوه للجنة المنظمة، شابوه لكل واحد مصري اشتغل من أجل هذا البلد، وإن شاء الله نستفيد بده خلال الفترة القادمة في المسابقات المحلية. كل العناوين رايحة في نفس الاتجاه، لكن بالتأكيد إن شاء الله بقى ازاي نستفيد من ده، وكمان بقى في عوائد مالية، لأن كمان انت بتنظم بطولة أكيد لازم يبقى فيه نجاحات من الناحية المالية واستفادة من الناحية المالية. عوائد البث الفضائي، منتج البث الفضائي لهذه البطولة بالتأكيد بيزداد، وده كان تصريح مهم جدا من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي اللي قال عوائد البث زادت في هذه البطولة إلى 83 مليون دولار، ومصر لها نسبة قانونية حسب لائحة تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 32. نروح بقى بسرعة كمان إلى أخبار الكان على المواقع، ما كتب على الكان في المواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء العالمية. نبدأ بسوبر كورة، عملنا اللي قالوا عليه مستحيل، إشادات دولية بنجاح مصر في أمم إفريقيا. موقع 1-3، إكرامي مبروك لمصر ومحمد فضل النجاح المبهر في تنظيم بطولة إفريقيا. ومن موقع البوابة سبورت، مفارقات وأرقام من كان 2019، رقم قياسي في عدد الأهداف. يور سبورت عربية، بينهم بن ناصر وتريزيجيه، مواهب صنعوا نجوميتهم في كان 2019. وإلى موقع صدى البلد، الجوائز المالية لأمم إفريقيا تعرف على نصيب مصر والجزائر. ومن موقع يلا كورة، هداف العالم يقود الجزائر لللقب، الصحف العالمية تحتفي بالتتويج الإفريقي للخضر. بوابة الأهرام، منتخب الجزائر يغادر القاهرة بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية. ومن موقع الشروق، استقبال رسمي وشعبي في انتظار محاربو الصحراء بالجزائر. وإلى الوطن سبورت، رغم التتويج بكأس أمم إفريقيا الجزائر لن تشارك في كأس العالم للقارات 2021. ومن موقع كورة، بنجاح من البكاء
إلى قمة المجد. ومن موقع مبتدأ: رغم خسارة أمم إفريقيا، رئيس السنغال لأسيدي تيرانجا فخور بكم. وإلى عناوين الصحف الجزائرية، وبداية من الخبر الجزائرية: التشكيلة المثالية للكان 2019. ومن موقع الشباك الجزائرية: بالماضي كل الثناء للاعبين أولا. الهداف الجزائرية تصريح لبن عمري: بن العمري يدلي بتصريحات مدوية ويرد بقوة. ومن موقع النهار الجزائرية: ريبيري يحتفل مع بالماضي بالعلم الوطني. وموقع البلاد الجزائرية: حليش يعتزل دوليا. والشروق الجزائرية: من كان 1990 إلى كان 2019، التاريخ يعيد نفسه. ومن اليوم 24 المغربي، موقع اليوم 24 المغربي: هدف بنجاح ضمن أسرع ثلاثة أهداف في تاريخ نهائيات الكأن. وأخيرا من موقع الصريحة التونسية: رسالة مؤثرة لرياض محرز بعد التتويج بكأس الكأن. طبعا في تفاصيل كتيرة جدا، تحديدا في أخبار الكأن على المواقع وما كتب في وكالات الأنباء والصحف الجزائرية تحديدا، لأن بالتأكيد حدث بالنسبة للجزائر فوز منتخب بلدها بكأس العالم، بكأس الأمم الإفريقية. طبعا تنظيم بطولة إفريقيا بالنسبة للجزائر أو فوزها بتنظيم بطولة إفريقيا حاجة بالنسبة لها طبعا كبيرة جدا، لأن الجزائر خلال آخر 10 سنوات أفضل إنجاز ليها هو التأهل لكأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا. لكن بالنسبة لها كمان على الصعيد الإفريقي فوز كأس الأمم ما كانش متاح للكرة الجزائرية في السنوات الأخيرة. قدامكم كمان صور أهو ولقطات للاستقبال الشعبي في الجزائر لمنتخب بلادها بعدما وصل اليوم في حدود حوالي الساعة 2:30 الظهر إلى الجزائر. طبعا استقبال شعبي كبير جدا للمنتخب الجزائري بعد الفوز بالبطولة الإفريقية. هي البطولة الثانية في تاريخ الكرة الجزائرية، لكن هي البطولة الأولى بالنظام الجديد بعد انضمام أو وجود 24 منتخب في البطولة الإفريقية. طبعا بعد الفوز كمان بالبطولة بعد 29 سنة ده يعتبر بالنسبة لهم إنجاز كبير، لأن الجزائر في فترات سابقة كان في نجوم أكبر من كده ونجوم كمان بيحترفوا في أندية أفضل من كده، لكن كان دايما عندهم مشكلة في المدير الفني أو في التجهيز لأي بطولة قارية لما كانوا بيستعدوا ليها. حتى لما كمان فريق الجزائر تأهل على حساب مصر في كأس العالم عام 2010 ما قدروش يحققوا أي حاجة في البطولة الإفريقية وخرجوا على إيد المنتخب المصري في مباراة يعني مصر قدمت فيها درس قروي كبير جدا بالفوز على الجزائر 4 أهداف مقابل لا شيء. شايفين الاستقبال الشعبي، وطبعا بقى يعني المشهد ده طبعا كنا نتمنى يكون مشهد لمنتخب مصر، وللأسف طبعا امبارح يعني كان مشاعر الفرح مع مشاعر الحزن كانت مندمجة في استاد القاهرة ما بين فوز الجزائر، والشعب المصري كان بيتمنى بالتأكيد فوز منتخب مصر، وان مصر بالتأكيد كانت ممكن تقدم افضل من كده كمان على الصعيد القروي في بطولة الأمم الإفريقية. لكن ده يعني عرف كرة القدم، ودي كرة القدم في النهاية، بنقول مبروك للي فايز وهارد لك للي خسر. وبالنسبة للمنتخب السنغالي، يمكن امبارح كان في اسئلة كتيرة جدا لأليو سيسي المدير الفني، لان هو بقاله بالظبط 5 سنين مع منتخب السنغال، ويبدو كده ان الإعلام السنغالي رايح في سكة ان خلاص الجزائر اصبحت عقدة للسنغال في الفترة الأخيرة، خاصة كمان ان في تصفيات كأس العالم دايما الجزائر بتعمل نتائج إيجابية في داكار، ولما بيلعبوا في بطولة افريقيا اخر مباراتين في بطولة افريقيا سواء في دوري المجموعات او المباراة النهائية قدرت الجزائر ان هي تفوز على السنغال رغم وجود طبعا نجم نادي ليفربول ونجم منتخب السنغال ساديو ماني. طبعا كمان في جزئية مهمة جدا متعلقة بالنواحي المالية، بطل هذه البطولة الجزائر الاتحاد الجزائري هيحصل على الاتحاد الجزائري لكرة القدم هيحصل على مجموع الجوائز بالنسبة للمركز الاول 4.5 مليون دولار، لكن منتخب السنغال هياخد حوالي 2.5 مليون دولار. صاحب المركز الثالث والرابع مناصفة بياخد 2 مليون دولار، لكن المنتخبات اللي تأهلت للدور الثمانية 800 ألف دولار، والمنتخبات اللي وصلت لدور 16 وودعت البطولة حوالي 600 ألف دولار، ودي الجوائز المالية اللي حددها الاتحاد الإفريقي طبقا للوائح المسابقة في كان مصر 2019. هل من الممكن أن تزداد هذه العوائد المالية في كان 2021؟ هنشوف ده خلال الاجتماعات القادمة بالنسبة للمكتب التنفيذي. أيضا كمان في جزئية مهمة متعلقة برياض محرز، طبعا
نجم مانشستر سيتي. يمكن السنه دي قدر رياض محرز مع مانشستر سيتي يفوز بكل الالقاب المحليه، لكن خسر ولعبش موجود، ما كانش موجود في نهائي دوري ابطال اوروبا. هل بعد فوزه بامم افريقيا ترشيحه لافضل لاعب في افريقيا هيبقى ازاي؟ في منافسه بالتاكيد كمان مع اكتر من نجم، سواء محمد صلاح فاز بدوري ابطال اوروبا، خسر في امم افريقيا، لكن محمد صلاح وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا وفاز بالبطوله. ساديو ماني طبعا حظوظه هتبقى اكبر شويه لانه فاز بدوري ابطال اوروبا ووصل فاينل مع منتخب السنغال. لكن رياض محرز على المستوى الدوري الانجليزي فاز بكل الالقاب المحليه مع مانشستر سيتي، وقدر يفوز بلقب قاري مع منتخب الجزائر. التشكيله المثاليه للبطوله كان فيها تفاصيل كمان مهمه جدا. اسماعيل بن ناصر فاز بافضل لاعب، واحقاقا للحق يستحق بالفعل اسماعيل بن ناصر الفوز بجائزه افضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا. إسماعيل بن ناصر قدم بطولة إفريقية على أعلى مستوى، كل الأرقام وكل الإحصائيات والسكاوتينج رايحة في إطار إسماعيل بن ناصر نقدم بطولة متميزة كأفضل لاعب خط وسط هجومي في هذه البطولة. بالنسبة لحراسة المرمى قلنا لكم القفاز الذهبي ليه اتجه إلى رايسون بولحي في اللحظات الأخيرة، لأن بعد مباراة الفاينل أمام السنغال قدر يعمل أكثر من تصدي ويتساوى مع محمد الشناوي في أكثر من 16 تصدي في بطولة إفريقيا. لكن قبل البطولة كان محمد الشناوي هو الحارس الأبرز للحصول على أفضل حارس مرمى في البطولة، وكانت وجهت لي دعوة عشان يحضر المباراة الفاينل، كان من الممكن أن يفوز بهذه الجائزة. لكن على المستوى الشخصي بهني الشناوي بصراحة بأمانة، يعني كان حارس مرمى متميز، حارس مرمى النادي الأهلي دايما في البطولات الإفريقية بيكون له الكلمة العليا مع منتخب الوطني ومنتخب مصر. ولو نرجع كده بالذاكرة كل حارس مرمى لعب في النادي الأهلي كان له دور إيجابي ومؤثر مع منتخبنا الوطني، ودايما نجاح مركز حراسة المرمى في منتخب مصر بيبقى متوقف على نجاح حارس مرمى النادي الأهلي في البطولات السابقة وتألقه في البطولة الإفريقية. طبعا هداف البطولة إيجالو طبعا يعني رأس الحربة في منتخب نيجيريا، قدر يحرز 5 أهداف في بطولة الكان ففاز بأفضل هداف وهداف بطولة الأمم الإفريقية. طبعا في بقى تهاني كتيرة جدا طبعا من نجوم كرة القدم في العالم. نجم المنتخب الفرنسي السابق فرانك ريبيري كان موجود امبارح بالأمس في استاد القاهرة، والكل شاف اللقطات الحية والبث المباشر من استاد القاهرة ووجود فرانك ريبيري في استاد القاهرة. فرانك ريبيري طبعا حي منتخب الجزائر لأنه أصلا هو كمان جزائري، وكان موجود في أرضية الملعب ونزل هنا منتخب الجزائر على الفوز بالبطولة، وشفنا له صورة هو مع جمال بلماضي في غرفة خلع الملابس. بعد التتويج الجزائر بالبطولة الإفريقية رفيق حليش مدافع منتخب الجزائر، لو نرجع للذاكرة ورا كده كان متميز جدا في خط الدفاع، وكان أحد الركائز الأساسية في دفاع الجزائر حتى في تصفيات 2010 قدام منتخب مصر. رفيق حليش بعد هذا المشوار الطويل مع الكرة الجزائرية أعلن اعتزاله بنهاية هذه البطولة بالأمس، وكان اعتزال بالتأكيد يعني ذكرى جيدة رفيق حليش وهو بيعتزل. طبعا ما كانش موجود في الملعب وما شاركش طوال البطولة، لكن وهو بيعتزل بيحمل كأس إفريقيا وموجود ضمن صفوف منتخب الجزائر. برضو نقطة مهمة جدا عايز أقولها، لو الناس ركزت في منتخب الجزائر في نجوم قدامة موجودين في الجزائر، لكن كابتن الفريق كان رياض محرز. إذن الجزائر كان لها فلسفة مختلفة في تحديد كابتن الفريق. كابتن الفريق ليس بالأكبر سنا، في أمثلة كتيرة جدا أو الأقدم سنا كمان أو الأقدم كمان في المشاركة مع منتخب بلاده. ممكن يكون الأكبر سنا أو الأقدم في المشاركة مع منتخب بلاده ما يكونش قادر على تحمل شارة الكابتن لمنتخب بلاده، ما يكونش هو القدوة للاعبين، ما يكونش هو النجم 5 ستارز اللي يكون يمثل منتخب بلده. فالجزائر كان لها فلسفة في تحديد كابتن الفريق، وكان كابتن الفريق بالنسبة للجزائر في هذه البطولة رياض محرز. طبعا شروق الجزائرية اتكلمت على مشوار الجزائر في البطولة والمباريات والأهداف والنتائج اللي اتحققت في هذه البطولة، وقارنت ما بين مشاركة المنتخب في دورتي 90 و2019. الشيء المميز بالنسبة للجزائر في هذه البطولة ان البطولتين اللي حققتهم الجزائر في أمم إفريقيا كان من خلال مدربين وطنيين. يعني سنة 90 كان كرمالي هو اللي بيتولى القيادة الفنية للمنتخب الجزائري، في 2019 جمال بالماضي، فبالتالي الكرة الجزائرية يبدو أن هي في كيمياء مع المدرب الوطني، وده نفس الأمر للمدرب المصري على فكرة. يعني المدرب المصري مع المنتخب المصري هو اللي بيحقق نجاحات أكبر عن المدرب الأجنبي لما بيتولى تدريب منتخب مصر، سواء في التأهل لكأس العالم أو حتى اللعب في أمم إفريقيا. دي كانت أخبارنا النهاردة المتعلقة بمشوار النادي الأهلي والمسابقات المحلية واستئناف الدوري إن شاء الله خلال الساعات القادمة. أيضا كمان إطلالة كده على ما كتب في الصحف والمواقع بالنسبة لكان 2019 ونجاح مصر. عايز أكد على أن مصر نجحت في تنظيم البطولة، وعايز أسويها بفوز الجزائر بالبطولة، لأن الفوز على المستوى القروي مع النجاح التنظيمي زي بعض إن شاء الله. يعني كنا نتمنى تبقى نسبة 100%، لكن مصر خدت العلامة الكاملة في التنظيم، وإن شاء الله بإذن الله
نتطور أفضل وأفضل في صناعة كرة القدم خلال الفترة القادمة. بعد الفاصل الأستاذ محمد الدردير صحفي والناقد الرياضي بوكالة أنباء الشرق الأوسط في ضيافة كلام في الميتين. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية في برنامج كلام في الميديا، واللي بيشرفني فيها زميل صحفي بالتأكيد متميز، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ محمد الدردير. أستاذ محمد منور الدنيا. أهلا وسهلا بحضرتك، منور بيك، وأهلا بكل السادة المشاهدين. طبعا أنت امبارح كنت حاضر نهائي أمم إفريقيا، هنتكلم عن مباراة الختام بالأمس، وهنشوف إزاي تعاملت الصحافة سواء بره خارج مصر، الصحف العالمية ووكالات الأنباء أو حتى الصحف المحلية مع البطولة. لكن مشهد الأمس في استاد القاهرة رصدته إزاي كراجل إعلامي وناقد رياضي في ختام هذه البطولة كان مصر 2019؟ أكيد كان الحفل ختام رائع، حاجة مشرفة لمصر، الناس كلها اتكلمت عنها سواء داخل مصر أو خارج مصر. حفل رائع، كان بسيط ولكن متميز في يعني اللقطة الأفريقية، في مزج بين الثقافة المصرية والثقافة الأفريقية، حتى في الأغنية، في الرقصات، في الفقرات الفنية اللي كانت في الحفل. كانت مدته بسيطة ولكن كان زي ما قلت متميز، والناس كلها أشادت بيه طبعا. طيب امبارح بالتأكيد كان معانا صحفيين كتير من الجزائر ومن السنغال ووكالات أنباء أجنبية تحديدا من فرنسا، يعني شفت انطباعاتهم إزاي عن تنظيم مصر للبطولة، وأبرز يعني شغلهم اللي كان على مدار البطولة شفتوا ازاي او ايه اللي قالوه؟ يعني الانطباعات ايجابية جدا طبعا، يعني هم شافوا الناحية التنظيمية في مصر، احنا خدنا البطولة قبلها باربع شهور بس، ان احنا نوصل للمستوى ده وعدد كبير من الفرق اول مرة تقام ب 24 فريق. كان المستوى التنظيمي رائع، على المستوى في التنظيم، انتقالات الفرق، الإقامة، سهولة دخول الجماهير، حاجات كتير جدا الناس اشادت بيها طبعا. ما كانش في اي مشكلات الحمد لله، انا شايف ان في اشادات كبيرة من الصحافة الأجنبية وخاصة الأوروبية، كان في برضه ناس كتير من بريطانيا، برضه كان في ناس موجودة من فرنسا، ناس كتير امبارح كانت بتتكلم ان التنظيم كان رائع، وان كان يعني بدا يرتقي لكان احنا بننظم كاس عالم. يعني بالفعل التجربه الروسيه زي ما بقول احنا نفذناها هنا في مصر ونجحت بشكل كبير في التنظيم، ونتمنى ان شاء الله ده يستمر في البطولات اللي جايه، ان شاء الله مصر تقدر ان هي قادره في المستقبل ان احنا ننظم بطوله زي كاس العالم. بطوله زي كاس العالم، لكن رغم هذا التنظيم ورغم هذا الاداء المبهر، لكن كمان في رؤساء اتحادات عربيه كانوا موجودين في البطوله، ويمكن انا في اثناء الحلقه في البدايه كلمت على تصريح فوزي لكجع النائب الثاني لاحمد احمد، وقال ان المغرب في وجودها في هذه البطوله في مصر لاقت اهتمام وتنظيم لهذا الحدث اكبر مما شافته او تابعته المغرب في كاس العالم في روسيا. اكيد احنا كان في اهتمام كبير كمان بشكل خاص بالمنتخبات العربيه هنا، لان احنا يعتبر بيتهم الثاني مصر، كان في اهتمام كبير بالمنتخبات العربيه بجماهيرها، بالاقامه بتاعتها، بكل الفاسيلتيز اللي كانت متاحه للمنتخبات العربيه كانت كتير، كان في اهتمام كبير بيهم. بالفعل يعني احنا شفنا المنتخب المغربي، المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، كلهم اشادوا بالتنظيم واشادوا بالتعاون الكبير اللي عملته اللجنه المنظمه معاهم هنا في مصر، وده اكيد بينعكس على العلاقات القويه بيننا وبين الاخوه الاشقاء في الدول العربيه. حفل الختام وقدامي صور بصراحة كرنفال، يعني صور مبهرة جدا ومبهجة في نفس الوقت عن مصر وعن تنظيم مصر. حفل الختام والأغنية اللي قالتها طبعا الفنانة دنيا سمير غانم، يمكن الأغنية كانت ملخصة لفترة طويلة جدا اشتغلنا عليها في الفترة السابقة، شغل حوالي 5-6 شهور سواء للجنة المنظمة، المتطوعين، الكوادر، القيادة السياسية، اللجنة العليا، اللجنة، كل الناس قامت بدورها على أكمل وجه. لكن الأغنية لخصت، لان المصري ما يعرفش يعني ايه فشل، ادينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل. اكيد طبعا اكيد، احنا زي ما قلنا يعني الاغنيه زي ما حضرتك قلت لخصت كل الفتره اللي احنا الاربع شهور اللي قبل البطوله. بالفعل احنا كان عندنا تصميم ان احنا نعمل تنظيم رائع، نعمل بطوله غير مسبوقه، وده اللي حصل خلال الاربع شهور دي. احنا شفنا شكل الملاعب، شكل الفنادق، الجماهير وهي جايه من كل الدول الافريقيه، كان في اقبال كبير، كل الحاجات والتسهيلات اللي اتعملت دي اعتقد ان كل الناس اشادت بيها وكل الناس شافتها. احنا شفنا شكل الملاعب بقت عامله ازاي، ارضيات الملاعب عامله ازاي، غرف الملابس، كل الحاجات دي تنظيم الحقيقه عالمي، وده شيء بنفخر بيه طبعا. اكيد. طيب اكمل معاك حديث عن البطوله وعن حاجات كتير جدا هنتكلم فيها، لان بالتاكيد في تفاصيل مهمه جدا الاعلام اشتغل عليها خلال الساعات الاخيره، لكن اخرج الى فاصل ثم نعود الحديث بعد الفاصل. اخرج الى فاصل ثم نواصل الحديث مع الاستاذ محمد الدردير الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بوكاله انباء الشرق الاوسط بعد هذا الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد ومستمرين في الحديث مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ محمد الدرديل بوكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ محمد، طبعا كنا بنتكلم عن حفل الختام المبهج والمبهر في نفس الوقت. طبعا حفل كان متميز في على كل المستويات في توقيته وفي زمنه، لكن بشكل عام هل تتوقع ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه بعد هذا الحفل وبعد هذا التنظيم نقدر نستفيد بده في البطولات المحليه في الدوري والكاس، ويكون ده ليه مدلول او ليه يعني انطباع على المرحله القادمه ان احنا نقدر نستفيد بكل ده في المباريات المحليه وفي الكاس والدوري؟ اكيد طبعا، المفروض ان احنا من عوامل نجاح البطوله دي اكتر حاجه نستفيد منها محليا. عندنا الدوري هيستكمل في الفتره اللي جايه، بطولات جايه كتير، سواء تنظيم بطولات السوبر المحلي اكتر من بطوله محليه، بطوله الكاس، سواء في لما يكون بنوزع نهائي الكاس، نهائي في الجوائز والحاجات دي. اعتقد لازم نستفيد من التجربه دي، ان شفنا حفل مبهر، تنظيم اكثر من رائع، المنصه تم توزيع الجوائز ونصب المنصه في وقت قياسي. اعتقد دي دروس اكيد لازم نستفيد منها الفتره اللي جايه في التنظيم، ان شاء الله تكون بدايه انطلاقه حقيقيه للفتره اللي جايه ان احنا نستفيد من الاحداث وكل الحاجات اللي حصلت في البطوله. طيب، حضرت البطوله من اول حفل الافتتاح لغايه اخر مباراه وحفل الختام، ايه النقاط اللي ممكن تكون ركزت عليها في شغلك وفي كتاباتك في وكاله انباء الشرق الاوسط؟ يعني طبعا اهم حاجه كنا بنركز عليها نتائج المباريات، تحليل فني للاداء لاكثر من منتخب في البطوله. يمكن البطوله دي فنيا مختلفه شويه، اول بطوله هيتلعب فيها 24 منتخب، كان في عدد كبير من المنتخبات الافريقيه، 6 مجموعات، كان في عدد كبير من المباريات، عدد كبير من النجوم، في برضه مفاجات في النتائج اكيد. يعني كنا متوقعين المنتخب المصري يوصل لابعد من كده بكتير، منتخب المغرب من الاول كان مرشح انه برضه يكون في المباراه النهائيه، يمكن عمل دور اول قوي، نتائج قويه، فوجئنا بدور 16 ما وفقش وخرج، كذلك المنتخب المصري. المنتخب الجزائري والمنتخب السنغالي يمكن على مدار البطوله فعلا هم يمكن كانوا اقوى منتخبين، وكانوا برضو مع الى جانب مصر والمغرب من المرشحين الكبار للفوز باللقب، ونجحوا ان هم يوصلوا المباراه النهائيه. كان في نتائج مفاجاه، فرقه زي منتخب مدغشقر اول مره تشارك وانها تتاهل لدور الثمانيه، كان شيء ايجابي وشيء كبير ان احنا نشوف المنتخب ده، وكان في مسانده كبيره ليه، ورئيس الجمهوريه بتاعهم حضر اكثر من مباراه هنا لمساندتهم. اعتقد ان المستوى الفني للبطوله يمكن كان متقارب بين اغلب المنتخبات، عشان كده يمكن نقول ان برضو المباريات كانت بتحسم ب 1-0 2-1، ما شفناش نتائج كبيره حتى في على مدار الدور الاول، قليل جدا ان احنا نشوف نتائج كبيره. وهو حتى معدل التهديف في البطوله بعد نهايه الكاس بالكامل 1.9 متوسط الاهداف في كل مباراه، هدف و9 من 10. بالظبط، وده اللي انا بقول عليه، انه فعلا حتى وان كان المعدل التهديفي قليل شويه، ولكن ده ما بيقللش من قوه المنافسه، لا بيدل ان كان في منافسه كبيره من كل المنتخبات، وما كانش في فرق بين منتخب كبير ومنتخب صغير. يعني الاسماء على الرغم من ان احنا كنا برضه بنتابع الاسماء الكبيره، لكن برضه كانت بتلاقي صعوبه كبيره ان هي تكسب وان هي تعمل سكور يعني في مباراه، لا كان في مستويات متقاربه فنيا. اعتقد ان يمكن دي من اهم سمات البطوله، 24 فريق، ولكن كان في ناس كانت متخوفه ان 24 فريق هيبقى فيه فرق ضعيفه، هيبقى فيه منتخبات هتقدر تحقق سكور وتبقى هي متفوقه في البدايه، لا احنا شفنا ان كان على الرغم ان هم 24 فريق، لكن لا منتخبات كتير كان في منافسه قويه من كل المنتخبات المشاركه. طيب، حضرت المباراه النهائيه بالامس، هل اتفاجئت بالمستوى الفني في المباراه دي؟ المباراه امبارح هي نهائي لكن ما كانش بالمستوى الفني اللي يليق بمباراه نهائي افريقيا. بالظبط، يمكن هي برضه المباريات النهائيه غالبا ما بتبقى عصبيه اكتر منها فنيه. وده اللي احنا شفناه امبارح، يعني على الرغم من فوز المنتخب الجزائري هو يستحق البطوله بالفعل، ولكن انا شايف انه من اقل المباريات فنيا للمنتخب الجزائري، قدر يجيب جون في بدايه المباراه. في اول دقيقه ونص. بالظبط، وبعد كده حصل المنتخب السنغالي اتهز بعد الهدف ده. اعتقد ان بعد كده بدات المباراه بتاخد منحنى تاني، انا شايف ان لا كان في اكتر من كده فنيا من المنتخبين يقدروا يقدموه. منتخب السنغال ما قدرش يتعادل، وفي نفس الوقت منتخب الجزائر اعتمد على العنف شويه وعلى قوه الاداء. ده كان فعلا ما كانش النهائي المتوقع على المستوى الفني، ولكن في النهايه هي برضه النهائيات كده. هل الهدف المبكر هو اللي ادى انطباع للكل ان المباراه ممكن تكون سهله فالفرقتين بقوا خايفين من بعض؟ اكيد، يعني الجزائر ممكن تجيب هدف ثاني تنهي المباراه بدري، السنغال خايفه تخش فيها هدف وعايزه تجيب هدف، فما كانتش دخلت في اجواء المباراه بسرعه. بالظبط، يمكن توقيت الهدف في اول دقيقه ونص ده خلى المباراه اتصعبت اكتر على الفرقتين. منتخب الجزائر حس ان هو بدا يقرب وعايز يقفل ويدافع اكتر،
منتخب السنغال حاسس ان هو اتخطف يعني جه في جون بدري جدا لسه ما دخلش لسه في اجواء المباراه. اما تدخل في اجواء المباراه وانت متعادل 0-0 غير لما تبقى انت كمان خسران, انت عايز لسه تتعادل وتخش في اجواء المباراه. فيمكن ده توقيت الهدف هو صعب شويه من مهمه المنتخبين, خلى المباراه النهائيه خرجت بالشكل ده مش على المستوى الفني الكبير اللي احنا كنا متوقعينه في المباراه. طيب ليه السنغال امبارح ما كانتش يعني بتلعب مباراه نهائيه بس المستوى الفني كان اقل من المباراه حتى اللي لعبتها في الدور الاول رغم خسارتها من الجزائر, بس ليه السنغال امبارح ما شفناش ان في حميه او قوه عشان تلعب المباراه, ومش شايفين كمان لعيبه مع ساديو ماني بنفس المستوى او حتى قريبه من نفس مستوى ساديو ماني؟ اكيد يمكن برضو منتخب السنغال الجون اللي فيه جه في اول دقيقه ونص هبط معنويات الفريق اكيد اكيد بشكل كبير, وخاصه بعد غياب كوليبالي من اهم واقوى المدافعين في الفريق. يمكن هم كانوا خايفين من قبل المباراه من غيابه, وبالفعل يعني انت اول دقيقه ونص اول دقيقه ونص راح تيجي في الجون وانت لسه بتبدا المباراه اثر بشكل كبير على معنوياته. اعتقد دي سي سي كان لازم يتعامل نفسيا مع اللعيبه بعد الهدف على طول, لان نفسيا فعلا حتى في ختام الهجمات وفي الفينش ما كانش في تركيز, كان في تضييع كتير جدا للفرص السهله. بالظبط جاتهم اكتر من فرصه سهله ما فيش تركيز, بالعكس اكتر من كوره حتى في التسديد يبقى اللعيب والجون قدامه بيسدد الكوره بشكل وحش جدا بتطلع عاليه. اعتقد ان فعلا هو كان لازم يتعامل معاهم نفسيا بعد الهدف على طول اكتر منه بدنيا, لان هم لاخر المباراه كانوا بيهاجموا بس مش ما فيش تركيز يعني ضيع اكتر من فرصه سهله. طب على هامش المباراه امبارح وكنت موجود في الفاينل ويمكن سالت كذا صحفي سنغالي كان حاضر المباراه, وفي اخر خمس دقائق بسالهم هل ممكن المنتخب السنغالي يحرز هدف تعادل او يكون موجود في المباراه, لان كنت حاسس ان في هدوء حتى في الاداء بتاع لعيبه السنغال. رد اكتر من صحفي على جزئيه وقال جزئيه واحده كلهم اتفقوا عليها, قال لك عقليه اللاعب او المينتاليتي بتاع لعيبه منتخب السنغال مش بنفس العقليه بتاعه ساديو ماني, مش بنفس الطموح اللي عند اليو سيسي وعند ساديو ماني او عند كوليبالي حتى اللي غاب عن هذه المباراه. طب ايه يعني فرقه وصلت فاينل كان ايه المشكله اللي عندها, يعني عقليه اللاعبين من ناحيه ايه؟ اكيد هم يعني هم طبعا بقالهم فتره ما كسبوش البطوله دي, كان عندهم امل كبير ان هم يكسبوها, لما يجي فيهم جون في اول دقيقه ونص بيأثر معنويا بشكل كبير. انا قلت يعني زي ما قلت لا هو التاثير كان معنوي اكتر منه بدني, ما فيش تركيز, الجون جه بدري في وقت قاتل في بدايه المباراه اتاثروا معنويا بشكل كبير. هو يعتبر دلوقتي الهدف ده ثالث اسرع هدف في تاريخ بطولات الامم, يعني الرقم القياسي لسه الحمد لله محتفظ بيه ايمن منصور طبعا نجم منتخبنا في بطوله الجابون 94. فطبعا توقيت الهدف اثر بشكل معنوي كبير. احنا شفنا كمان بعد المباراه ساديو ماني كان متاثر ازاي جدا, يعني اكتر لاعب كان متاثر بضياع اللقب. يمكن هو قبل المباراه النهائيه في المؤتمرات الصحفيه قبل كده في تصريحات لي قال ان انا عندي اكسب كاس الامم الافريقيه مع المنتخب بلادي اهم من دوري ابطال اوروبا مع ليفربول. هو كان عايز نفسه يسعد الشعب السنغالي وعارف ان الناس كتير واقفه وراه والفقراء في السنغال وكل الناس مستنيه منه البطوله دي. كان اكثر لاعب متاثر بعد المباراه كان بيعاد بشكل هستيري, يمكن اليو سيسي راح تحدث معاه والجهاز الفني يحاولوا يخرجوه من الحاله اللي هو فيها. بالظبط ما استناش حتى لتسليم الجوائز. بالظبط لانه فعلا كان منهار جدا, جداً. فان شاء الله يعني نتمنى قدامنا الصوره حتى هي لعيبه السنغال راحت طبعا يعني الجماهير السنغاليه كان في تاثير كبير واضح على ساديو ماني, ويمكن هو اجتمع بيهم كمان بعد المباراه في ارض الملعب قبل توزيع الجوائز وحاجه مؤثره جدا يا محمد. اكيد طبعا طبعا يعني وكنا نتمنى انه يبقى في اداء افضل من كده او على الاقل الحميه اللي عند ساديو ماني تبقى عدوى منتشره في كل لاعبي السنغال, ولكن بالفعل يمكن توقيت الهدف اثر معنويا بشكل كبير, وده يمكن خطا من المدير الفني انه ما تعاملش نفسيا مع اللاعبين بعد الهدف بشكل كويس. هل تتوقع رحيل اليو سيسي بعد اربع سنين او خمس سنين مع السنغال دون ان يحقق لقب قاري؟ هو حقق التارجت الاعلى ان هو وصل كاس عالم, لكن في البطوله الافريقيه وصل فاينل لكن ما فازش بالبطوله, وده ثاني فاينل للسنغال تخسره. بالظبط هو يمكن ده هي دي صعوبه الموضوع ان ده ثاني نهائي السنغال تخسره, بس اعتقد ان هو ممكن يكون مكمل لان هو في النهايه بنى فريق وصل بيهم كاس عالم في اشادات برضو على الرغم من الخساره, ويمكن حتى زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان رئيس الجمهوريه اثنى على المنتخب وشكرهم على الرغم من الخساره وقال ان هو تاهلوا المباراه النهائيه وده شيء كويس جدا. اعتقد انه لازم يكون لسه ياخد فرصه ثانيه ويكمل لان الفرقه اللي فيها كمان اعمار سنيه صغيره كتير ولسه قدامهم كتير وعندهم بطوله جايه يركزوا, خلاص التصفيات هتبدا البطوله كمان اربع شهور بالظبط. فاعتقد انه لا من الصعب يتم تغييره في الفتره الحاليه, لا انا رايي الشخصي انه هيكمل ولسه الفرقه فيها اعمار سنيه صغيره عندهم فرصه وخدوا خبره من البطوله دي, اكيد المره اللي جايه هيبقى شكلهم مختلف وهيبقوا اقوى كمان. طيب في المقابل الجزائر يمكن من اكثر المنتخبات اللي كان عندها ثبات تشكيل
طول المباريات، وكنا دايما قبل ما بيجينا ورقة السكور في المقصورة الصحافة بنبقى عارفين ال11 اللي هيبداوا المباراة، ممكن لاعب او اثنين اذا كان في اصابة زي ما بالامس كده لما كان يوسف عطال ما كانش موجود عارفين مين البديل اللي هيلعب المباراة. هل المنتخب الجزائري تأثر بدنيا لان هو لعب كم مباريات في فترة زمنية حتى ما وصل لمباراة نهائية، فبالتالي كان الاكثر تأثيرا من الناحية البدنية وما كانش بيأدي فنيا في المباراة بشكل كويس؟ ممكن يكون تأثر بشكل كبير، كان بيأدي بكل قوة من أول مباراة الحقيقة في البطولة، فممكن يكون في نهاية البطولة تأثر بشكل قليل يعني مش بشكل كبير، لأن أعتقد برضو يعني هرجع أقول توقيت الهدف هو اللي خلى المباراة تخرج بالصورة دي. لو الهدف كان متأخر شوية، لو ما كانش يعني المباراة بدأت 0-0 وكملنا فيها، أعتقد المستوى كان هيبقى أكبر من كده. ولكن توقيت الهدف في بداية المباراة هبط معنويات السنغال بشكل كبير وخلى لعيبة الجزاء بتلعب بأريحية أكتر، إن هي في النهاية متقدمة بهدف وهو منتخب قوي جدا دفاعيا كمان وبيعرف يدافع كويس، كان في صعوبة في اختراقه من مهاجمين السنغال، ده يمكن إداهم أفضلية كبيرة في المباراة وكان رأيهم يلعبوا بأريحية أكتر يعني. النقاط الفنيه اللي ظهرت في منتخب الجزائر، ايه اللي ممكن المنتخبات اللي لسه بتستعد للفتره الجايه تستفيد منها؟ لان الجزائر على المستوى الفني في هذه البطوله كان في بعض النقاط لو دخلنا في تفاصيلها هنعرف ليه الجزائر وصلت فاينل وفازت بالبطوله، رغم ان الجزائر بالسكواد اللي موجود مش افضل منتخب بالسنوات السابقه، الجزائر حتى في التصفيات كانت بتعاني، اتعادلت مباريات سواء مع بنين او مع فرق اخرى كانت عندها صعوبه حتى في التاهل الى بطوله الامم الافريقيه، تصفيات كاس العالم ما كانتش موجوده في اخر كاس عالم في روسيا عام 2018، فبالتالي جمال بالماضي حتى فتره تولي المسؤوليه بتتكلم في 10 شهور، لكن في نقاط جوه الفريق اكيد ايجابيه، ايه اللي ممكن المنتخبات تستفيد بيها او الاعلام ازاي يطرحها او يتناول هذه الموضوعات عشان الكل يستفيد بيها الفتره الجايه؟ اول حاجه ممكن تكون اللي هي الترابط الفني والترابط المعنوي بين اللعيبه، يعني في حاله كده بين النجوم مع بعض. في حالة إصرار وحالة ترابط معنوي كبيرة بين لعيبة المنتخب الجزائري وإصرار هم ياخدوا البطولة دي ويظهروا فيها بشكل قوي. الحاجة الفنية التانية بقى الترابط داخل خطوط الفريق، يعني المنتخب ما شاء الله متكامل، عنده في كل مركز أكتر من لاعب جاهز، ولو لعب ده أو لعب غيره لا في ترابط بدني وترابط فني بين كل النجوم اللي فيه، خطوط متقاربة في الملعب بيلعبوا بأريحية في الملعب، عارفين يتحكموا في رتم المباريات اللي بيلعبوا فيها، بينقلوا الكرة بسهولة، شايفين بعض في الملعب، دي كلها حاجات فنية أكيد بتميز المنتخب الجزائري طوال البطولة يعني. هل نجح المنتخب الجزائري لوجود عدالة بين اللاعبين؟ أكيد أو داخل صفوف الفريق؟ أكيد، ويمكن جمال بالماضي عنده خبرة مدرب وطني فاهم وواعي وعارف إزاي يلم لعيبته وعارف إزاي يلعب الأفضل، ما كانش بيجامل حد، يمكن ده أثر بشكل كبير بشكل إيجابي على منتخب الجزائري طوال البطولة، ويمكن ما شفناش أي حالة تذمر أو في حالة أي تغيير، أي حد كان طالع أبدأ أي استياء أو أي حاجة، بالعكس هم عارفين دورهم كويس وعارفين دور المدرب كويس. ده بالعكس كمان تأكيدا لكلامك يا أستاذ محمد، امبارح في التغيير الاخير لمنتخب الجزائر هو تغيير ما كانش ليه معنى لان اسلام سليماني مش موجود طول البطوله، كان عنده اصابه من اول البطوله فما كانش موجود، دفع بيه في الخمس دقائق الاخيره عشان ينول شرف المشاركه في البطوله الافريقيه. اكيد، واحنا شفنا برضه زي ما قلت لك هو فاهم وقاري كويس اللعيبه بتاعته معنويا، بيخوض المباراه بشكل كويس جدا، وزي ما قلت هو الترابط الكبير بين اللاعبين واصرارهم انهم يعملوا حاجه لبلدهم ويحققوا البطوله هنا في مصر، ده في النهايه قدروا يعملوه ويتوجوا باللقب. طيب الجزائر تعتبر دلوقتي هو اول منتخب يفوز ببطوله الامم تحت المسمى الجديد او تحت الشكل الجديد النظام الجديد 24 منتخب، هل تقدر بعد سنتين تكرر نفس الانجاز ولا ممكن تظهر قوه جديده بعد سنتين؟ لا، يمكن في القارة الأفريقية زي احنا شفنا كمان في البطولة دي على الرغم ان يعني مدغشقر مثلا ما حدش كان قبل البطولة دي يتوقع ان هو يوصل لدور الثمانية، اعتقد ان في قوة أفريقية كتير ممكن تظهر في الفترة اللي جاية، في منتخبات واعدة كتير، في مدربين وفي أوروبيين بدأوا يجوا هنا ويبنوا منتخبات من اول الناشئين والشباب بدأوا يركزوا شغل الناشئين والشباب مع الأكاديميات بالزبط. هو ده اللي وصل الجزائر للمرحلة دي بالظبط، فأعتقد أن لا يعني الموضوع كل ماله هيبقى أصعب مش سهل، كل 24 فريق في فرق كتير داخلة في المنافسة وعايزة تنافس وعايزة تظهر بشكل كويس، أعتقد الموضوع هيبقى صعب خاصة أن الجزائر برضه في أكتر من لاعب أعتقد خلاص يعني بدأوا يعلنوا اعتزالهم من اللعب الدولي الفترة الأخيرة سواء رفيق حليش فاعتقد لا يعني هتبقى الموضوع اكثر صعوبه، مش سهل على المنتخب الجزائري الفتره اللي جايه يكمل بنفس المستوى ده، خاصه ان زي ما قلت في منتخبات كتير واعده عندها فرصه وعندها امل كبير ان هي تنافس في البطوله اللي جايه. طيب الجزء الثالث بقى في هذه المباراه وهو عنصر التحكيم،
كلنا قبل المباراه بيومين او 24 ساعه جالنا بيان او كلنا عرفنا ان طاقم التحكيم لهذه المباراه حكم جنوب افريقي فيكتور جوميز، وهو حكم مصنف من ضمن حكام النخبه في الكره الافريقيه، لكن فوجئنا بتعيين حكم كاميروني اليومنيانت اللي ادار مباراه الافتتاح. هل اولا بدايه في المباراه هل شعرت بيه؟ هل كان ليه دور ايجابي او سلبي في المباراه؟ ولا تقييمك لاداء الحكم الكاميروني؟ هو الحكم طالما انت ما شعرتش بيه بالمباراه يبقى حكم ماشي بشكل كويس يعني. تمام. يمكن امبارح هي بقى في لقطه اللي هو رجعوا للفار وكده، ودلوقتي يعني كويس ان احنا برضو عايزين نشيد بالتجربه دي، نجحت بعد اللي حصل في نهائي دوري ابطال افريقيا. هي نجحت عشان استعانوا بحكام اوروبا ولا بالزبط. عشان الحكام بقى عندهم درايه اكتر بالملف ده؟ لا يمكن الاثنين يعني، بعد اخذوا تجربه اتعلموا درس من اللي حصل في نهائي دوري ابطال افريقيا ان هو ما يتكررش تاني، وفي نفس الوقت برضو وجود التقنيه الاوروبيه كلها ساعدت في نجاح المنظومه دي. وانا شايف ان الحكم لا ادى مباراه كويسه، ما كانش في اي اعتراضات عليه، وزي ما قلت لحضرتك طالما انت شايف الحكم مش حاسس بيه في الملعب، ما فيش اي اعتراضات، ما فيش اي عصبيه، يبقى هو ناجح بشكل كبير في اداره المباراه كده. طيب فكره استعانه الاتحاد الافريقي بحكام من فرنسا على مدار البطولة، ودايما كده في كل مباريات من اول دور الثمانية حتى الفاينل الحكم الفيديو المساعد اللي هو الخاص بالتقنية الاساسي فرنسي، ممكن يكون جنبيه مساعد مصري، مساعد كاميروني، مساعد سنغالي، مساعد من اي دولة افريقية، لكن دايما الاساسي حكم من فرنسا. يمكن دي عشان اول مرة، عشان يمكن اول مرة تطبق في القارة الافريقية، عايزين يضمنوا ان هي تبقى ناجحة، وخاصة بعد اللي حصل في ضمان سلامة ونجاح التجربة. بالظبط. واكيد المتواجدين معاه الاسيستنت المساعدين بتوعه بياخدوا خبرة من تواجدهم معاه. اكيد المرات الجاية الوضع هيختلف بشكل كبير يعني. ما فيهاش احراج للتحكيم الافريقي؟ يعني عشان يمكن اول مره واللي حصل في نهائي دوري الابطال ما اثر شويه، مش عايزين اي حاجه زي كده، مش يعني مش هتستحمل اي خطا تاني. اعتقد يمكن دي عشان اول مره ممكن يعني نتغاضى عنها الاتحاد الافريقي، لكن اكيد اعتقد ان هي مش هتتكرر في البطولات اللي جايه، استحاله يعني. حتى المساعدين الموجودين معاه من القاره الافريقيه اكيد اتعلموا وخدوا دروس ان هم ازاي يديروا المنظومه. طيب نجاح تجربه الفي اي ار الفيديو اسيست ريفري في مصر انا شايفها بقى من وجهه نظر مختلفه. ست ملاعب مصرية أقيمت فيها المباريات الإفريقية وتنفذ فيها تقنية الفيديو، تقنية الفار، ده ممكن نستفيد بيه إزاي الفترة الجاية؟ لأن خلاص التقنية اتنفذت وكانت موجودة في الملاعب المصرية بالشكل ده أو بالتقنية دي، ما كانتش موجودة في الملاعب المصرية قبل كده. صحيح. بالشكل ده خلاص ملاعبنا أصبحت جاهزة، وست ملاعب من الملاعب الرئيسية، استاد القاهرة، استاد السلام، استاد الدفاع الجوي، استاد إسماعيلية، استاد اسكندرية، استاد السويس. صحيح. وهم ست ملاعب بنستفيد بيهم في الدوري، كان معانا استاد القاهره، لكن صحيح. ممكن ان شاء الله نرجع استاد القاهره من تاني. تعليق على هذه الفكره، وازاي بقى خلاص بقت الحجه ان الملاعب مش جاهزه، بقت خلاص الحمد لله عندها التقنيه وبقت تقدر تنفذها في ملاعبها. ما دي بقى البنيه التحتيه اللي احنا قلنا لازم نستفيد منها بعد انتهاء البطوله. يعني دي اول حاجه لازم نستفيد منها، الملاعب، شكل الملاعب، التخطيط، استخدام تقنيه الفار. اعتقد ان دي فرصه لينا ان احنا طالما الملاعب بدات مجهزه نبدا نعمل دورات تدريبيه مكثفه لحكامنا المصريين لتطبيق التقنيه دي في بطوله الدوري في البطولات المحليه. اعتقد دي حق لكل الانديه ان يتم تطبيق هذه المنظومه في الدوري المحلي وفي الكاس والبطولات المحليه. فدي فرصه كبيره ان احنا نستفيد منها الفتره اللي جايه. الملاعب اصبحت مجهزه، بس يتبقى ان احنا زي ما قلت ندرب عليها حكامنا المصريين، واعتقد ان هم عندهم كفاءه ان هم بوقت سريع ان هم يقدروا يتعلموا التقنيه دي ويتدربوا عليها بشكل كويس ويتم تطبيقها يعني. طيب هل عندك تعليق في مشاركه الحكام المصريين في البطوله؟ يعني ابراهيم نور الدين ادار مباراه واحده، امين عمر ادار مباراه واحده، جهاد جريشه مباراه لغايه لما ادار مباراه الثالث والرابع، لكن كان مباراه واحده ايضا زي ابراهيم وزي امين. يمكن دي علامه استفهام يعني البطوله على ارضنا. اكيد اكيد يعني، ودي يسال فيها لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي يعني. هو في النهايه هم اللي بيختاروا، لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بتختار الحكام، هي شايفه في برضه تصنيف هم حاطينه الحكام افريقيا، يمكن في حكام اداروا اكتر من مباراه. بس البطوله دي يا محمد ما كانش فيها تصنيف في اداره الحكام للمباريات، لان الغريبه. طب اقول لك على حاجه، المباراه النهائيه ادارها مين؟ مش اليوم نيانت الحكم الكاميروني؟ مش من حكام النخبه، بس هو ادار المباراه الافتتاحيه. فيعني هي انا اعتقد ليها حسابات اخرى برضو في لجنه الحكام، فدي علامه استفهام كبيره يعني. من حق الحكامنا المصريين بطوله على ارضنا ان احنا وحكام مصنفين يعني، جهاد جريشه حكم من حكام النخبه. بالظبط. يمكن هو اللي حصل مع كابتن جهاد قبل البطوله وبعض الاحداث دي اثرت برضو شويه على تصنيفه وعلى فرصه انه يحكم مباريات في البطوله، ولكن اعتقد ان لا، كان المفروض حكامنا يديروا عدد اكبر من المباريات بصراحه في كاس الامم الافريقيه، ولا يسال عنها الاتحاد الافريقي لكره القدم طبعا. لان كمان في نقطه يعني، مصطفى غربال الحكم الجزائري
مش بنفس التصنيف زي باقي الحكام، يعني نقدر نقول زيه زي مثلا امين عمر، مش هقول ابراهيم نور الدين، زيه زي امين عمر. امين عمر عمل مباراه خد فيها 9.5 من 10. مصطفى غربال الجزائري ادار اكتر من 3 مباريات او حوالي 3 مباريات، بل بالعكس ادار مباراه للسنغال في دور ال 16 وادار مباراه للسنغال في دور ال 80. فاذا في مليون علامه استفهام في هذا الملف تحديدا. اكيد طبعا علامه استفهام كبيره، يعني لازم يكون في عداله ولازم يكون في معايير في اختيار الحكام، يعني هي مش لازم يكون لها معايير واضحه ومعروفه. انت واخد عدد معين من الحكام المفروض توزع عليهم مباريات بالتساوي على الاقل. يعني لكن هي دي علامه استفهام كبيره طبعا. من هل ده ممكن ياثر على حكامنا في المباريات الافريقيه او المباريات المحليه؟ لا اعتقد المردود بقى على الحكام يعني المصريين في بطوله الامم ممكن ياثر عليهم حتى نفسيا في الفتره الجايه؟ لا اعتقد، يعني اكيد هتاثروا نفسيا بشكل ما، ولكن اعتقد ان حكامنا برضو بخير وان احنا لسه قدامنا استكمال بطوله محليه وفي بطولات افريقيه جايه. اعتقد لا يعني ان شاء الله التحكيم المصري بخير مش هتأثروا بشكل كبير بنقطة زي دي. هم عارفين برضو ان في علامات استفهام كبيرة على لجنة الحكام في الكاف، اعتقد ان الفترة الجاية برضو هيحصل بعد التعديلات وبعد الحاجات. طيب نختم كلامنا على بطولة الأمم الإفريقية كان مصر 2019، وهو العنوان الأبرز اللي قلناه ان نجحت مصر وفازت الجزائر. طيب المشوار المحلي، خلاص نقفل الملف الإفريقي وساعات وهنعود من جديد بقى للكرة المصرية والكرة المحلية من تاني، ولسه عندنا بقى مباراة من الموسم الماضي لسه ما خلصتش. كان يعني نفسنا المباريات كلها تخلص قبل كاس الامم الافريقيه زي كل العالم. حاولنا يعني وقلنا كتير والله يا محمد، بس للاسف ما كانش في حد في الاتحاد عنده درايه بالاوراق وباللوائح والقوانين، وكان دماغهم رايحه في اتجاه تاني خالص. بس للاسف يعني هنعمل ايه؟ وللاسف كمان يعني انا شايف ان في فرق كتير، يعني الاهلي والزمالك عملوا معسكرات واستعدوا كويس لاستئناف البطوله. انا شايف الفرق الثانيه برضه مظلوم، يعني في لعبه كتير كانت فتره راحه وفتره توقف كبيره جدا، اكيد هتتاثر بشكل كبير في المباريات المتبقيه. عدد قليل من المباريات بس مؤثر، لانه هيحدد في النهايه بطل الدوري. تمام. طيب بكره اول مباراه في المباريات المتبقيه في الموسم الماضي، وانا احب دايما هقول الجزئيه دي مباريات متبقيه من الموسم الماضي مش استكمال مباريات الدوري. طيب بكره في مباراه، بعد كده الاربع في مباراتين في نفس التوقيت، ثم الختام مباراه القمه. هل تتوقع بما انك صحفي وكاتب وناقد رياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، هل تتوقع ان ممكن الدوري يتحسم قبل مباراه القمه؟ والله يعني برضو صعب، يعني ليه؟ لان انا زي ما قلت لك الفرق الاخرى سيبك من الاهلي والزمالك، انا شايف ان هم هيتاثروا بشكل كبير في اجازه. هيتاثروا بشكل كبير. طب تتوقع تشوف المردود بتاعهم زي ما كان الدوري بيختتم في الشهر 5 اللي فات؟ بالظبط، اعتقد ان هيبقى المستوى هيقل بشكل كبير. يعني انا اول مره اشوف برضو فرقه بتعمل معسكر اعداد لموسم جديد وهو الموسم اصلا لسه ما خلصش، يعني حاجه صعبه جدا. اكيد في تاثير كبير، صفقات صفقات جديده عايز تبرمها، عايز تبدا تعمل تخطط لموسم جديد وانت اصلا الموسم عندك لسه ما خلصش، فتره توقف كبيره. اعتقد هيبقى في تاثير كبير على المستوى الفني في المباريات اللي جايه دي. طيب وانا في بدايه الحلقه طرحت كده مجموعه من الاستفسارات والاسئله ووجهتها للمسؤولين عن اداره اتحاد الكوره، وبالتاكيد يعني هتبقى موجهه للمدير التنفيذي اللي بيدير الاتحاد في هذه الفتره، وهو المفروض بيسير اعمال الاتحاد، لكن في امور فنيه في مجموعه اسئلتي كصحفي، واكيد بتستنى البيان او المعلومه او الخبر لوكاله انباء الشرق الاوسط، بتتعامل مع الاعلام تحديدا او الصحافه بشكل ومنظور مختلف، بتتعامل مع البيانات الرسميه الاخبار الرسميه بشكل مختلف. لكن هل وانت دلوقتي، احنا دلوقتي النهارده كام في الشهر؟ 21/7، اكيد مستني اجابات او بيانات في امور محدده. هل جالك بيان متعلق بقائمه الموسم القادم 25 و30؟ لسه ما فيش اي حاجه، يعني احنا ده برضو شيء غريب جدا. خلاص يعني القيد هيفتح المفروض خلاص على 28/7، خلاص على الاسبوع القادم. يعني ما فيش اي بيانات، ما تعرفش شكل القائمه في الموسم الجديد عامله ازاي، 30 ولا 25 ولا في. هل عندك او جالك بيان اللاعب الاجنبي السنه الجايه يعني هيتعامل معاه ازاي، او اللاعب الشمال الافريقي المحلي هيبقى محلي ولا لا؟ لسه ما فيش اي حاجه للاسف. ما في يعني، ما كل ده المفروض اسئله مهمه جدا ومفروض يتجاوب عليها في اسرع وقت ممكن عشان نبدا. طب المفروض دلوقتي قبل بكره، المفروض، ما انا بقول لحضرتك في اسرع وقت ممكن عشان تبدا الفرق والانديه تبني استعداداتها للموسم الجديد. طيب هل جالك بيان او جالك توضيح من اتحاد الكوره بعد الغاء مسابقه 97 او اتلغت مسابقه 97 ليه؟ برضه ما فيش اي. طب بعد الغاء مسابقه 97 الانديه بتتعامل ازاي مع اللعيبه المقيدين تحت السن؟ ما فيش، كل دي اسئله كتير ما فيش. دور الاعلام انه يسال صحيح، والاجابات بتجيله او البيانات بتطلع. لا بنسال وما فيش اجابات بتطلع. طب يعني إيه؟ زي ما كنا الفتره اللي فاتت كلها كان التركيز كله في كاس الامم الافريقيه، واي حاجه تانية كانت متوقفه. بس في لجان المفروض تقوم بالدور ده المفروض، بس للاسف ما فيش اي جديد. واعتقد ان لازم في اسرع وقت ممكن خلال يوم او اتنين كل الاسئله دي يتم الاجابه عليها عشان الانديه تبدا تستعد للموسم الجديد اللي هو الموسم اصلا المنقضي لسه ما خلصش.
طيب مين بعد طبعا بعد ثروت سليمان هيكمل كمدير تنفيذي طبقا للائحه النظام الاساسي للاتحاد المصري مع الاتحاد الدولي؟ طيب مين هيدير لجنه الحكام في الفتره الجايه؟ لان عندهم ملف الحكم الاجنبي في مباراه القمه، والحكم الاجنبي هيكون منين؟ والدوريات الاوروبيه في اجازه، وبالتاكيد الحكام في اجازه. طب هل هيبقى حكم افريقي عشان بطوله افريقيا كانت في مصر فلسه في موجود حكم منهم، ولا هيروحوا لمدرسه امريكا الجنوبيه؟ كان كوبا امريكا بتتلعب في نفس توقيت بطوله افريقيا. طيب لجنه شؤون اللاعبين مين اللي بيديرها الفتره الجايه عشان يحدد الملامح دي كلها؟ هل في اجابات عند حضرتك في الموضوعات دي ولا الامور لسه غامضه؟ اكيد لسه غامضه، مفيش اي حاجه جديده للاسف. يعني شايفين كان في حاله ركود كده الفتره الاخيره مع بدايه الكاس الامم الافريقيه والبطوله انتهت. للاسف مفيش اي اجابات على الاسئله دي حتى الان، ونتمنى ان في اسرع وقت ممكن سواء يتم تشكيل اللجان او يتم الاجابه على هذه الاسئله. الحكام، شؤون اللاعبين، القيد، كل دي اسئله مهمه جدا، المسابقات. كل ده نتمنى في اقرب وقت يتم الاجابه عليها. طيب خريطه الطريق بالنسبه للكره المصريه الفتره الجايه، المعلومات اللي عندك هتحصل فيها ايه او ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هل المدير التنفيذي هيدير العمليه طبقا للائحه خلال 3 شهور او خلال شهر لغايه يبقى في انعقاد جمعيه عموميه تعمل انتخابات، ولا هنستنى لغايه اولمبياد طوكيو في 2020 وبعدها يبقى في انتخابات؟ يعني ايه المعلومات اللي عندك في الملف ده؟ يمكن اعتقد ان بالنسبه للاتحاد الكوره يعني هو صعب ان انت تعمل انتخابات، وهي الرؤيه في الوقت الحالي ان انت صعب تعمل انتخابات وتكلف عشان سنه، لان لازم قبل بعد اولمبياد طوكيو في انتخابات ثانيه. اعتقد ان الاتجاه دلوقتي فيه خطابات بتوجه لاخذ راي سواء الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه لتشكيل لجنه مؤقته يديرها المدير التنفيذي للاتحاد، لجنه تعاونه في الفتره دي لحين اول جمعيه عموميه بعد الاولمبياد. لجنه فنيه اكتر ولا لجنه بتدير بس كناحيه اداريه؟ هو لحد دلوقتي ما تحددتش ملامح اللجنه، هم الاول مستنيين الموافقه على وجود لجنه، وبناء عليه لجنه مع المدير التنفيذي. وبناء عليه هيتم اختيار اللجنه دي لسه في الوقت الحالي، بس لازم المفروض طبعا تكون لجنه فنيه، يعني ده الالف به. يعني ايه اللي هيكون منوط تقوم بيه اللجنه خلال الفتره الجايه؟ إدارة كل ملفات الكرة المصرية، أكيد المفروض اللجنة دي لازم يكون فيها ناس مختصين بإدارة الملفات، كل الملفات سواء حكام، مسابقات، شؤون لاعبين، لازم يكون يبقى هم أعضاء اللجنة دول مشرفين على الملفات دي كلها، كل عضو مشرف على ملف لتسيير الأعمال لحين أول انتخابات أو جمعية عمومية تقام بعد الأولمبياد إن شاء الله. طيب ملف المدير الفني المصري للفترة أو المدير الفني المنتخب مصر الفترة الجاية، لأنهم لغاية اللحظة دي مش عارفين هيبقى وطني ولا أجنبي، مصري ولا من أوروبا، أو من حكم أو قصدي مدرب آخر من خارج المدرسة الأوروبية. هل ممكن اللجنة دي كلها ملف أو لها قرار في اختيار المدير الفني، ولا المدير الفني ده مش هيتخذ فيه قرار دلوقتي في ظل إن في تصفيات هتبدأ في شهر 11، تصفيات إفريقيا المؤهلة اللي كان 2021 في الكاميرون؟ اعتقد ان لا، المفروض يتم البت في موضوع، يعني اول حاجه يبتوا فيها بعد المسابقات وكده موضوع المدير الفني للمنتخب، لان خلاص زي ما حضرتك قلت داخلين على التصفيات اللي كان لازم يكون من بدري، يعني مش لازم يجي المدرب واحنا خلاص داخلين على التصفيات، لازم يبدا يدرس ويشوف البطولات المحليه، المحترفين، يبدا يحدد ملامح شكل القائمه في البطولات اللي جايه. يمكن برضه حاله الركود دي وحاله انه ما فيش حسم مأثرة على ملفات كتيرة في الكرة المصرية الفترة جداً. اللي جاية أكيد الملفات كلها مهمة جدا جدا جدا، خاصة ملف المدير الفني، ملف المسابقات، ملف شؤون اللاعبين، كل دي حاجات مهمة جدا جدا. أعتقد إن في أسرع وقت ممكن لازم البطولة خلصت، لو كانت الناس حد يعني بيتحجج بالبطولة خلاص البطولة انتهت. نتمنى في أسرع وقت ممكن إن احنا نحسم الملفات دي. سؤال أخير، وطني ولا أجنبي؟ مع أي مدرسة؟ والله الفترة المفروض الفترة اللي جاية دي يبقى مدرب وطني. احنا شفنا يمكن اهو السنغال والجزائر بمدرب وطني قدروا يوصلوا نهائي الكان وعملوا مستويات رائعه. اعتقد المدرب الوطني هيكون اكثر درايه بطبيعه اللعيب المصري كمان، ويقدر يعمل توليفه من يعني احنا اكثر انجازاتنا اللي حصلت كلها بمدرب وطني في كاس الامم الافريقيه. تمام، اعتقد المدرب الوطني يبقى ليه افضليه اكثر في الفتره اللي جايه، خاصه في الظروف اللي احنا مرينا بيها بعد الخروج المبكر من كاس الامم الافريقيه. تمام، اخر خبر اختم بيه، بكره ان شاء الله الاحد 21/7 في اجتماع مهم جدا للجنه المسابقات وتراخيص الانديه في الاتحاد الافريقي لكره القدم، ستعقد في هذا الاجتماع شكل المسابقات في الفتره القادمه، تراخيص
الأندية التي تقدمت بتراخيصها في المسابقات الإفريقية، شكل المصاريف والميزانيات ومتعلق بمشاركة الأندية في الفترة القادمة، فترات القيد، فترة إرسال أسماء الأندية للاتحاد الإفريقي، كل هذه الأمور سيتم مناقشتها غدا. وهناك ملف مصري، ملف ليبي مدرج على جدول أعمال هذا الاجتماع. لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي اللي هيكون رئيسها لأول مرة الكونغولي كونست عماري، هو النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي، وتم تعيينه في هذا المنصب بعد استبعاد طارق البشماوي التونسي اللي كان بيترأس هذه اللجنة خلال الفترة الماضية. أستاذ محمد الدردير، أنا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق يا رب من الكرة المصرية في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لك، شكرا في المشاهدين. شكرا جزيلا. كانت فترة مهمة جدا بنتكلم فيها في هذه الفقرة على مسألة الكرة المصرية والكرة الإفريقية، ختام كان مصر 2019، وكل التوفيق يا رب للكرة المصرية في الفترة القادمة من أجل استعادة بسرعة الأمجاد والفوز بالبطولات الإفريقية بعد ما حدث في كان مصر 2019. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة، وإلى اللقاء.